صباح الرزق، صباح الهنا، وهرجع اقول صباح النصر يا رب. دايما كده يبقى ايامنا كلها انتصارات، وفريقنا على طول بينتصر وعلى طول رافع كده رايه الاهلي عالميا كمان، ومشرفنا لان هو على طول بيشرفنا. على كل حال ان شاء الله اللي قادم يكون افضل ويكون دايما لصالح فريق الاهلي. صباح الفل والنصر. صباح الفل عليكي، وبتفائل دايما انا بجمله صباح النصر. ما اشتغلتش معانا قوي في الماتش الاخراني، بس ان شاء الله ربنا يكرم، وباذن الله يوم الاحد تبتدي معانا يعني الحلقه بتاعت يوم الاحد بصباح النصر بعد ما نكون خدنا الميداليه البرونزيه ان شاء الله، لان دي اقل طرديه الحقيقه بالنسبه لنا من وجهه نظر جماهير ومشجعين لافضل نادي في الكون النادي الاهلي. صباح الفل على كل حضراتكم. كلام مظبوط، ونروح بقى كده ونعرض او نستعرض مع حضراتكم النهارده فقرات حلقتنا هتبقى ايه. هيبقى معانا كابتن السيد لاشين نجم الاهلي لتنس الطاوله، ده في فقره، والفقره الثانيه هيبقى معانا كابتن اسامه عرابي نجم الاهلي السابق، وملفات كتيره اكيد حابين ان احنا نتكلم عنها، وماتش بكره اللي باذن الله نرجع نقول تاني باذن الله يعني نفوز بالبرونزيه، والاهلي دايما كده يكون حامل الانتصارات. طبعا ماتش مش قليل، احنا معانا اخبار كتيره كمان ممكن نبدا معاك فيها خاصه بالماتش بكره. مبدئيا كده لطيف ان هيكون منورنا النهارده كابتن اسامه عرابي، لانه الحقيقه بينتمي لجيل من احب الاجيال. صحيح. في تاريخ النادي الاهلي، واكيد هنتكلم معاه برضو الى جانب تفاصيل رؤيته ووجهه نظره وتوقعاته بالنسبه لمباراه بكره ان شاء الله. اكيد برضو هنتكلم معاه كلمتين كده عن تاريخه مع النادي الاهلي. طبعا النادي كبير، من حق كل واحد فينا كاهلاوي ان هو بالفعل يفخر بناديه وبمجلس ادارته وبلاعيبته وبجهازه الفني اللي الحقيقه اسعدونا كتير جدا. يكفي ان هم حققوا الثلاثيه، وان شاء الله باذن الرحمن يعني يفرحونا بكره باذن الرحمن بميداليه في مباراه الغد امام بالميراس البرازيلي. انا بتفق معاك، من حق كل اهلاوي ان هو يفخر بناديه وباللاعبين وبالجهاز الفني بعد مباراه قويه امام ابطال العالم اوروبا بايرن ميونخ زي ما قلنا. واكبر دليل على كده تصريحات نجوم الكره العالميين بشان النادي الاهلي. يمكن دي مش بس او مش ده بس الدليل، احنا بقالنا من امبارح كمان واول امبارح وعلى مدار اليوم كله قناه الاهلي تقول لحضراتكم اللي بيتقال، مش عشان نثبت حاجه ولكن احنا بننقل لحضراتكم اللي بيتقال عن الاهلي عالميا. خلينا نروح لمثال كده زي ما انا كنت بتكلم، النجم البرازيلي الكبير كاكا اللي قال في حديثه بمؤتمر الاساطير اللي عقده فيفا ان تواجد الاهلي في كاس العالم للانديه جاء عن جداره كونه متوجا بطلا لدوري ابطال افريقيا. وفي كمان خوليو سيزر حارس منتخب البرازيل السابق اللي كان ليه تصريح لا يقل بصراحه احتراما واهميه، اللي اكد ان فريق الاهلي متواجد في البطوله عن جداره واستحقاق لانه فاز بدوري ابطال افريقيا، وراينا كيف لعب امام فريق بايرن ميونخ بدون رهبه ودافع عن حظوظه بقوه. اهو ده بياكد مره ثانيه وثالثه ومليون ان الاهلي الحقيقه دايما مشرفنا ودايما مفرحنا. احنا كلنا عندنا ثقه في الجهاز الفني وفي اللاعبين ان هم ان شاء الله هيقدموا لنا مباراه قويه امام بالميراس البرازيلي. فريق قوي، مفيش شك في هذا الكلام، وبطبيعه الحال عنده نفس الطموح في الحصول على ميداليه، هو كمان بينافس على المركز الثالث والرابع. وبكره ان شاء الله انا متوقع ان احنا ان شاء الله يعني نسعد بمتابعه مباراه قويه وحقيقيه في كره القدم، ونتمنى طبعا ان تكون النهايه سعيده بالنسبه لنا كاهلاويه، ويكرر الاهلي سيناريو 2006 ويعود بميداليه برونزيه ليكون اول فريق افريقي يتوج بالمركز الثالث في المونديال مرتين. طيب هنروح للموضوع اللي جاي، واعتقد دي بقى هتبقى اخر مره هنتكلم في النقطه دي، لان خلاص يعني احنا مش عايزين نشغل بالنا اكتر من كده، ولكن احنا مفروض برضو ايه ما نعديش كل حاجه كده بتتقال، لازم يكون في رد، بس رد على قد يعني قيمه اللي بيقوله. احنا خلينا نبدا كده الموضوع بنقول ان احنا كاهلاويه او كنادي اهلي اكيد احنا بنعيش واقع، ولكن البعض الاخر بيعيش الوهم. طيب بعد المباراه لقينا كمية هجوم زي ما حضراتكم أكيد تابعتوا، وانتقادات شديدة كانت من بعض الناس يعني اللي اتكلموا عن فريق الأهلي وإن هو يمكن ما أداش شكل أو كانوا منتظرين إن هو يفوز بسكور مثلا، مش عارفة، بس كانوا بيتكلموا عن الأهلي. اللي خلينا نرجع نقول تاني، النادي الأهلي اللي هو شارك في كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه بمجرد الهزيمة اللي حصل في مباراة، وقدام مين؟ قدام تاني نرجع نقول بايرن ميونخ يعني بطل أوروبا. الجهاز الفني واللاعبين عليهم اعتقد عدم النظر، لو احنا بقى هنتكلم لكل هذه المهاترات وهنسميها اكيد مهاترات، والتركيز في اسعاد الملايين من الجماهير المتواجده في ارض المونديال اللي قدمت لوحه فنيه رائعه في المباراتين اللي فاتوا، واكيد برضو نرجع نقول مستنيين الكثير منهم ان شاء الله في مباراه بكره. بس خليني برضو اروح معاك يا كريم لنقطه بصراحه امبارح وانا بتابع برنامج ملك وكتابه للمهندس عدلي القيعي والاستاذ ابراهيم المنيسي، عجبني قوي حاجه كان قالها المهندس عدلي القيعي، كان قال كده
ممكن او من حقك ان انت تفتكر نفسك عتريس عتريس اوكي الفيلم لو تفتكر. أيوة طبعًا ولكن طبعًا. المهم ان الغير يشوفك عتريس، هي دي النقطه. فمش مهم يعني لما نيجي نتكلم عن معلش والله. طب لما الانتقادات تجيلك من فؤاده بقى يبقى ايه الكلام؟ يعني خلينا نبقى صراحه مع بعض. الفيفا لما تحدثت عن النادي الاهلي قالت اداء بطولي لزملاء الشناوي، ده كلام الفيفا. ولما جه الكاف او الاتحاد الافريقي تحدث قال شكرا للاهلي، جعلتمونا فخورين باننا افارقه. شكرا النادي الاهلي، جعلتمونا فخورين باننا افارقه. طيب لما ده يبقى تصريح الفيفا وده يبقى تصريح الاتحاد الافريقي، تبقى الصحف الاوروبيه والدوليه والاماراتيه المختلفه بتتحدث حتى بعد زي ما بنسميه يعني الهزيمه. طيب انت حضرتك منتظر ايه يعني، او منتظر ان احنا نلتفت لايه؟ على كل حال ادي الواقع. طيب. صح كده؟ من ضمن برضو مفردات الواقع اللي انت بتتكلمي عليه وعلى صعيد الى حد كبير يعتبر صعيد متصل، امبارح وجه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي التحيه لاسطوره الكره الالمانيه والرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ كارل هاينز رومينيجي، واللي من حضراتكم من اول يعني المرحله السنيه اللي انا شخصيا بنتمي ليها وانتم طالعين عارفين كويس قوي اسم وتاريخ كارل هاينز رومينيجي كبير الى اي درجه. المهم طبعا الكلام ده حصل مؤكدا لتقديره الشخصي والنادي الاهلي لبطل اوروبا وتعاونه وتعامله الراقي، وهنأ الكابتن محمود الخطيب بطل المانيا وجماهيره على النجاحات الكبيره اللي بيحققها على كل المستويات المحليه والقاريه في وجود منظومه عمل محترفه ومحترمه وبتملك كل مقومات التفوق، وعلى راسها طبعا النجم التاريخي البايرن رومينيجي، واللي طبعا هو يعرفه معرفه شخصيه جيده جدا وبيعتز بعلاقته اللي توطدت عندما قام رئيس النادي بزياره بطل اوروبا قبل سنوات وشهد على نجاح منظومه العمل في بايرن ميونخ التي تعمل دائما على التطوير دون سقف للطموح، واللي طبعا اترجمت في الفتره الاخيره بمجموعه من الالقاب المحليه والقاريه اللي حصدها بطل المانيا عن جداره وعن استحقاق. كمان خاص بالتهنئه صديقه نجم البافاريا السابق اللي بيلعب دور كبير في هذه النجاحات رومينيجي، واللي بيتوجه اليه بخالص الشكر والمحبه على تقديره وناديه للنادي الاهلي وحديثه الراقي عن بطل افريقيا بعد المقابله التي جرت بين الفريقين في كاس العالم للانديه. اضاف كابتن محمود الخطيب انه سعيد بالعلاقه المتميزه بين الاهلي وبايرن ميونخ واتمنى كل التوفيق لبطل اوروبا في كل اللقاءات القادمه ان شاء الله. بالتوفيق لفريقنا مرة تانية إن شاء الله، زي ما بنقول قادرين إننا يعني نتخطى كمان الخبر اللي امبارح كلنا كنا أكيد متضايقين إن احنا سمعناه وهو غياب حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا اللي صدر قرار بحرمانهم من المشاركة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين الأهلي وبالميراس البرازيلي غدا، ده بسبب عدم التزام اللاعبين بالإجراءات الاحترازية عقب مباراة الأهلي وبايرن ميونخ. كل التوفيق للجهاز الفني على كل حال طبعا واللاعبين في مباراه الغد باذن الله. بس اكيد برضو نرجع نقول يا كريم هي اجراءات مشدده جدا طبعا وضعها الفيفا، وربما بعد يجي يقول لك طب ما كل الجمهور اللي كان موجود اصلا ما يعني عامل مسحه قبل يعني ان هم يوصلوا اصلا للاستاد يعني قبل الوصول والدخول للاستاد، ولكن دي اجراءات احترازيه لا يمكن لاحد ان هو يعترض عليها. يعني بمناسبه بقى ماتش بكره في شويه ناس او نقدر نقول يعني كتير نسبيا ابتدوا يتكلموا على ان النادي الاهلي هيلعب بكره ان شاء الله مع فريق متوسط الى حد ما او فريق في المتناول زي ما بيقولوا لاي فريق انه يعمل عليه مباراه كويسه. اللي ما يعرفش بالميراس كويس ده نادي عريق في البرازيل من مدينه ساو باولو وتاريخه كبير للغايه نظرا لتاسيسه عام 1914، فاحنا بنتكلم برضو على فريق ليه تاريخ وليه اجيال متعاقبه وليه طبعا يعني عنده يكفي ان هو عنده اللمسات البرازيليه الشهيره، وانتم عارفه طبعا نهاوند اللعب البرازيلي عامل ازاي والمهارات الفرديه طبعاً حاجه يعني مفزعه. البرازيل مشهوره بان الولد او الطفل بيتولد من هنا بينزل يلعب كوره في الشارع، ده قبل اي احتراف او قبل اي يعني انتماء لاي نادي، هم معروفين بده. يعني كل دوله كده ليها رياضه هم بيبقوا او بتبقى منتشره عندهم او مهتمين بيها، هي كره القدم في البرازيل حاجه اساسيه. فاكيد بنتكلم عن بالميراس ده اللي هو بيعد واحد من اهم الانديه في البرازيل واكثرها نجاحا واكثرها يعني جماهيريه، فبنتكلم عن نادي حصل 10 مرات كاكثر نادي بيحرز هنا الالقاب في البرازيل اضافه طبعا لنادي كوبا ده عام 1999 و2020. يعني احنا بنتكلم عن نادي تاريخي سواء هنا في عدد السنوات او حتى عدد البطولات.
هو يعني على كل الأحوال بيحتل حاليا المركز السابع في ترتيب الدوري البرازيلي برصيد 53 نقطة وبفارق 13 نقطة عن المتصدر فريق انترناسيونال. طبعا لعب في الدوري البرازيلي هذا الموسم 33 مباراة، حقق الفوز في 14 مباراة منهم وحسم التعادل الموقف 11 مواجهة منهم وخسر 8 مرات، وإن شاء الله إن شاء الله تبقى التاسعة على أيدينا بكرة بإذن الرحمن. هو يعني آخر مباراة خاضها الفريق كمان كان في الدوري، هو تعادل فيها وخسر في المباراة الافتتاحية، ده كان في نصف النهائي، كان بهدف يعني وقتها دون رد، وأعتقد ده معناه يعني إلى حد ما برضو إحنا قدام فريق عايز يستعيد تاني نغمة الانتصارات بتاعته، ولكن نرجع نقول نثق ان لاعبي النادي الاهلي مش هيسمحوا ان شاء الله ان ده ابدا يحصل. طيب تعالوا بقى نعمل كما عودناكم دائما في بداية كل حلقة من 10 الصبح في الاهلي، نطمن مع بعض على حالة الطقس وتوقعات درجات الحرارة من خلال هذا الفيديو ونرجع نكمل كلامنا. اتفضل. دي كانت درجات الحرارة والطقس اللي أكيد أدهشت ناس كتيرة لحد دلوقتي، تحديدا بتكلم عن المصريين، ناس كتيرة كانت بتتساءل، وده بجد مش كلام عادي، أنا بقول لحضراتكم أكيد كلنا شاعرين بده، هو إزاي إحنا شهر اتنين وما زلنا بنشعر بطقس صيفي؟ يعني أنت بتضحك ليه؟ ما دي الحقيقة، عشان مش مكتوبة لك تطلعي بالبلطو البنك لغاية اللحظة اللي إحنا فيها ولا لبس شتوي. يعني الموضوع مش هنقعد نقول نفس الكلام كل يوم، ولكن فعلا فعلا تغيير المناخ ده أمر أصبح واقع دلوقتي بنعيشه، وابتدت النتائج نشوفها. يمكن وإحنا صغيرين في المدرسة كانوا بيقعدوا يكلمونا على الجلوبال وورمينج، وبندرس قد إيه تغيير المناخ ده ليه تأثير سلبي على المستقبل وعلى الدول، وقد يغير خرائط وقد يؤدي إلى انقراض حيوانات، الكلام ده كله درسناه، ولكن إحنا فعلا دلوقتي ابتدينا نشوف يعني تبعاته. شهر اتنين في دولة، أو في مش بس دولة، مش في مصر فقط، يعني التأثير على كل البلاد، أصبح هناك مش الشتاء اللي احنا بنشعر بيه ولا الصيف اللي احنا بنشعر بيه، أمر غريب. يعني حتى عايز أقولك درجات الحرارة كمان في كندا الشتاء مش نفس الشتاء، في ألمانيا الشتاء مش نفس الشتاء، في حاجة يعني مش مفهومة إلى حد ما، هنوصل بعد كده لفين. ممكن يختلف بقى إيه بقى، الصيف شتاء وفصول الشتاء صيف، يعني حتى لو وصلنا للمرحلة دي الواحد مش هيندهش من كتر التغيرات العجيبة اللي حصلت. ما بقاش يندهش عامة بعد طبعا. 2020 طبعا. خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم. طيب واحنا في الفاصل احب ابص زي ما حضراتكم عارفين على يعني تويتر، الناس دي همزة الوصل ما بيننا يعني، فبشوف ناس بعت إيه، فحد كان بعت لنا بيسأل انتوا هتتفرجوا على الماتش فين، مش عايزين نتفرج مع بعض، كان اسمه استاذ سعيد تحديدا، هو لو دلوقتي بيتفرج علينا تحياتنا لاستاذ سعيد، صباح الفل. بغض النظر هنتفرج فين كلنا، المهم بس نسعد مع نهايه المباراه ان شاء الله بفوز اهلاوي جديد ان شاء الله. لا بس انت فعلا هتتفرج فين؟ غالبا هيبقى في البيت بقى ان شاء الله، في البيت عشان التركيز. بصي يعني مش حكايه بس تركيز، ما اعرفش الواحد الظهر في حاجات استجدت على سلوكياته بعد الموضوع كورونا وكتر الوعاد في البيت، ولا الواحد بقى
تقيله بالنسبه له. والله الظاهر كده تقريبا يعني. بس ربنا يسلم كده ان شاء الله. وبكره باذن الرحمن باذن الرحمن يعود النادي الاهلي بعد نهايه المباراه بميداليه برونزيه ويسجل نفس الشرف اللي سجله قبل كده في 2000. تعرف في ناس يعني مثلا ايه، لو واحد اتفرج على ماتش في مكان معين مع ناس معينين يقول لك وفاز فريق يعني. يقول لك بس هو ده المكان، نفس الترابيزه، نفس الناس، نفس اللبس، عشان ايه بيتفائلوا. طبعا يعني حاجات اكيد هزار، بس يعني بيبقى في ناس بتتفائل كده، او ناس بتحس ان هي الماتش لا لازم يكونوا موجودين وسط الناس وتبقى الفرحه كلها. اصل انت خلي بالك من حاجه، لما في قاعد في الكافيه او في مطعم ويجي جول انت مش فاهم الناس كلها بتفرح يعني، فرح في نفس الثانيه بتبقى برضو احساس حلو. وفي الايام الاستاد نفسه لما كنا تروحي تحضري ماتش في استاد القاهره مثلا، يا خبر ابيض. يلا اهي ايام ايام ان شاء الله يرجع وتبقى في ايام احلى كمان من اللي راحت. خلينا نتابع مع حضراتكم زي ما متعودين اخر بقى اخبار النادي الاهلي وفرقه المختلفه، ومعانا مراسلتنا العزيزه سالا حامد من مقر النادي الاهلي بالجزيره. سالا صباح الخير عليكي، مصبح عليكي انا وكريم. يا صباح الفل، بصبح عليكم وبصبح على كل مشاهدي ومتابعي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان. انا معاكم دلوقتي من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان اخدكم في جوله سريعه حول كل الاخبار والامور المتعلقه بالنادي الاهلي، الفرق الرياضيه الاخرى او النشاط الرياضي. وقبل ما اتكلم عن اخبار النشاط الرياضي خليني اتكلم شويه عن قطاع الناشئين لكره القدم بالنادي الاهلي وفريق الشباب مواليد 99. فازوا امس على نادي الانتاج الحربي بثلاث اهداف مقابل هدف. المباراة أقيمت أمس على ملعب الأهلي بفرع النادي الأهلي بمدينة نصر، وكانت المباراة في الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري الجمهورية للشباب. المباراة انتهت بثلاث أهداف مقابل هدف، سجل ثلاث أهداف وليد مصطفى، عبد الرحمن أشرف، وأحمد الشامي. وبكده يعني بيكون يعني هواندو يا كريمة بعد الفوز شباب الأهلي بيكونوا رفعوا رصيدهم في جدول الدوري الجمهورية للشباب لعشر نقاط. خليني بقى أروح واتكلم شويه عن اخبار النشاط الرياضي، وكالعاده زي دايما ما بحب ابتدي بفريق الاول لكره السله سيدات بقياده الكابتن علي هاشم. سيدات السله النهارده ان شاء الله هيتمرنوا الساعه 7 بمقر النادي استعدادا لمباراه يوم الجمعه واللي هتكون امام نادي الجزيره. المباراه هتكون الساعه 6 ايضا على نفس الصاله، صاله الشهداء بمقر النادي، نفس الصاله اللي دايما بيتمرنوا عليها فريق السيدات. والمباراه دي هتكون في بطوله دوري السوبر للسيدات. ده بالنسبه لسيدات السله. بالنسبه للرجال النهارده ان شاء الله هيتمرنوا بشكل طبيعي الساعه 2 على صاله الامير عبد الله فيصل بمقر النادي، وده هيكون في بدايه الفريق لعوده المباريات مره اخرى في بطوله الدوري. المباريات هتعود يوم 2 مارس الشهر المقبل. ويعني خليني افكر الساده المشاهدين ان المباريات متوقفه نظرا لاستعدادات منتخب مصر للمشاركه في المرحله الثانيه من تصفيات بطوله افريقيا واللي هتقام في تونس. كمان خليني اطمن جماهير النادي الاهلي على ثنائي الاهلي في كرة السلة، إيهاب أمين وعمر الجندي. يعني خلاص بعد ما إيهاب أمين وعمر الجندي خضعوا لفحص طبي جديد، خلاص يعني بشكل نهائي إيهاب أمين هيكون متواجد مع الفريق في المعسكر اللي هيقام في تونس. وعمر الجندي يعني هيحتاج لتأهيل لمدة 3 أسابيع بعد يعني ما اشتكى برشح في الركبة، هيحتاج لثلاث أسابيع عشان يعني يتعافى من الإصابة، وبكده بشكل نهائي خلاص مش هيقدر يكون متواجد مع الفريق في المنتخب، مع عفوا المنتخب في المعسكر. خليني بقى اروح واتكلم شويه عن الكره الطايره في النادي الاهلي، وهبتدي بفتيات الذهب او سيدات الطايره. النهارده ان شاء الله هيتمرنوا الساعه 5 استعدادا لمباراه يوم الاثنين واللي هتكون امام نادي سبورتنج. المباراه تقام في مدينه الاسكندريه على صاله سبورتنج الساعه 4 في بطوله الدوري الممتاز لكره الطايره. ورجال الطايره خلاص يعني يومين، يوم الجمعه هيفتحوا مشوارهم في الادوار النهائيه لبطوله الدوري العام للكره الطايره. اول مباراه للنادي الاهلي هتكون امام سموحه، مباراه قويه، مباراه مهمه هتجمع ما بين الفريقين. رجال الطايره بيستعدوا بشكل قوي جدا للمباراه دي. النهارده ان شاء الله هيوصلوا تدريباتهم من الساعه 8 للساعه 10 استعدادا للمباراه. المباراه هتقام يعني يوم الجمعه الساعه 4 العصر على نفس الصاله اللي بيتمرن عليها دايما فريق الرجال، صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي. استكمالا لاخبار الفرق
الرياضيه. خلينا نتكلم شويه عن كره اليد ورجال اليد. بيواصلوا تدريباتهم النهارده ان شاء الله بشكل طبيعي استعدادا لمباراه غد امام نادي هليوبلس، ايضا يعني مباراه صعبه وتاني مباراه لفريق اليد في بطوله الدوري. المباراه هتكون الساعه 6 مساء على صاله استاد القاهره الدولي في مدينه نصر. يعني انا طبعا بتمنى التوفيق والفوز لجميع الفرق الرياضيه الاخرى وكل يعني الفرق في النشاط الرياضي لجميع المباريات والبطولات الفتره القادمه. يعني ديانا هواندو يا كريم كانت اهم وابرز الاخبار والامور المتعلقه بالنادي الاهلي، الفرق الاخرى والنشاط الرياضي. طبعا انا معاكم لو في اي سؤال، ولا انا عاوزه مره اخرى للاستوديو. لا تمام جدا، شكرا ليكي يا سلا. ويمكن لما بنروح نزور اصلا النادي الاهلي في الفتره دي يعني اللي هو على الساعه 1 بنشوف اصلا كل الفرق وهي بتتدرب، وبنشوف يعني الابطالنا وهم موجودين، وحتى في ناس كتير بتسلم عليهم، بتبقى روح حلوه في الاهلي كتير بنشوفها يعني. شكرا ليكي. طيب تعالوا بقى نروح على مقر جريده الجمهوريه مع مراسلتنا روزان نصر عشان نتابع معاها اهم الاخبار الرياضيه في الصحف والمواقع المحليه والعالميه، وبالمناسبه هيكون معاها ضيفها الاستاذ حسام الغرباوي وهو كاتب صحفي بجريده الجمهوريه. صباح الفل عليكي، وسمعينا بقى منشطاتك المهمه واللي اكيد لن تخلو يعني من تصريحات كابتن شناوي عن مباراه بكره، نفسه عن رؤيته للنادي الاهلي، وبرضه يعني اخيرا وليس اخرا مساله يوفنتوس و يعني تأهلوا لنهائي كأس إيطاليا. تفضل. صباح الخير يا كريم، وصباح الخير يا نهواند، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يعني قبل ما نتطرق لكل الأخبار اللي ذكرتها يا كريم، هندخل في جدول مباريات النهاردة في الدوري المصري. هيلتقي المصري مع بيراميدز في الساعة 7:30 مساء، الجونة مع المقاولين العرب في الساعة 2:30 ظهرا. في كأس الاتحاد الإنجليزي، أفرتون مع توتنهام هوتسبير في الساعة 10:15 مساء، وليستر سيتي مع برايتون في الساعة 7:30 مساء، وشيفيلد يونايتد مع بريستول سيتي كمان في الساعة 7:30 مساء. نروح لعناوين أخبارنا النهاردة واللي هيكلمنا في تفصيل أكتر عنها النقد الرياضي الأستاذ حسام الغرباوي، ونبدأ بأول خبر من جريدة الجمهورية. حلم البرونزية يراود الأهلوية. من موقع الشروق، بالميراس الأهلي يمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين كانوا ندا قويا لبايرن ميونخ. من أخبار اليوم، الشناوي دوافعنا كبيرة لحصد المركز الثالث. ومن موقع يلا كورة، ترشيح البرازيل والأرجنتين مواجهة مصر احتفالا بمئوية اتحاد الكرة. وأخيرا من جريدة الجمهورية، يوفنتوس يتأهل لنهائي كأس إيطاليا بعد التعادل من إنتر ميلان. والحديث أكثر عن تفاصيل أخبارنا النهاردة هينضم إلينا الأستاذ حسام الغرباوي الناقد الرياضي بجريدة الجمهورية. أستاذ حسام يعني تحياتي في الأول لحضرتك. أول خبر معنا عنوانه حلم البرونزية يراود الأهلوية. في البداية عايز أسألك، شايف مشاركة النادي الأهلي إزاي للمرة السادسة في كأس العالم للأندية لحد دلوقتي؟ طبعا ده شيء جميل ويشرف الكرة المصرية والكرة العربية والأفريقية جميعا. طبعا دي مش أول مرة، الأهلي نادي عريق جدا وشيء طبيعي أنه هو يشارك في بطولة العالم للأندية. احنا شفنا الأهلي قدر أنه في 2006 أيام مانويل جزيح يعني صائد البطولات زي ما بنقول، يعني قدر أن يحصل على الميدالية البرونزية عن جدارة واستحقاق، ودي طبعا المرة السادسة اللي بيشارك فيها بقوة، رغم طبعا احنا عارفين المباراة الصعبة اللي قدمها قدام بايرن ميونخ، ولكن طبعا الاهلي قدم مباراة قوية جدا وكبيرة جدا للي فاهم طبعا بالنسبة للنقاد واللي الفرق الكبيرة، عارفين الاهلي قدر ان هو يوقف يعني بصراحة طموح بايرن ميونخ، وقدر يعني كل النقاد أو كل الشارع المصري كان متصور أن بايرن ميونخ هيفوز على الأهلي على الأقل بخمس أهداف، ولكن أن الأهلي قدر الحمد لله عن طريق اللعب وأن هو عودته للعب مرة أخرى بعد ما اللاعبين قدروا ان هم يستجمعوا تجانسهم مره اخرى، لان طبعا الاعلام اللي سبق المباراه كان في ضغط وستريس على اللاعبين نفسهم. طبعا افضل فريق في اوروبا وبيمتلك لاعبين اقوياء جدا، ولكن اثر عليه في الشوط الاول، لكن قدر ان الاهلي يسترجع قواه بشكل جيد جدا في الشوط الثاني، وقدر ان هو يوقف خطورته من خلال تقفيل المساحات وتسليم والتسلم
بشكل ايجابي. ولكن احنا لو شفنا الهدفين على فكره اللي جم في مصر كان من خطا في التمركز الدفاعي. احنا لو شفنا في اول هدف جه في الاهلي كان في ما يقرب من 5 لاعبين موجود او 6 لاعبين في منطقه الجزاء، في حين ان اللاعب اللي احرز الهدفين ما كانش مغطى تماما، وشيء طبيعي دي من غلطه، وهي دي اللي بتفرق بقى في الفرق الكبيره. من نصف فرصه بيقدر ان هو يحرز هدف، وده اللي ان شاء الله المدير الفني للاهلي تدارك ده تماما، وان شاء الله باذن الله في مباراه الغد ان هو طبعا وضع خطه تليق بالمباراه دي انه يحصل على البرونزيه الثانيه ان شاء الله باذن الله، خاصه ان الاهلي مش اول مره يلاعب المدارس البرازيليه، يعني قبل كده في 2006 انترناشونال، وبعد كده كوني سارز في 2013، ودي المره الثالثه بيواجه نفس المدرسه. فاكيد ان المدير الفني حط خطه تناسب ده، يعني وخاصه بعض اللاعبين اللي هم لديهم مهاره عاليه زي روي هو ولويز رودريجو، دول من اهم او اخطر اللاعبين الموجودين في مباراه الغد امام الاهلي ان شاء الله باذن الله. واكيد في اوراق رابحه كتير مع المدير الفني الاهلي اكيد هيلعب بيها في المباراه، وان شاء الله هنشوف مباراه قويه تليق بالاهلي ان شاء الله. يعني كمان معانا خبر انه الشناوي بيقول يعني لدينا مجموعه رائعه من اللاعبين وكان منافس قوي لبايرن ميونخ. قولي شفت الماتش برضو ازاي وتعليقك على ردود الافعال من بعد الماتش؟ انا كنت بصراحه طبعا انا كان نفسي ان الاهلي يتعادل او يفوز طبعا، وده حلم اي حد، لان مفيش مستحيل، وده اللي احنا شفناه حتى في كاس عالم اليد. احنا كنا بنلعب الدنمارك، ورغم كل الناس قالوا الدنمارك مش هنقدر نتفوق عليها، الا ان احنا اجبرناهم ان احنا نوصل لضربات الحظ الترجحيه، وده لازم ان جميع الفرق تلعب بنفس الروح. احنا ملناش دعوه بالتاريخ الفريق اللي احنا هنقابله، احنا في مستطيل اخضر هننافس فيه بعض، احط الخطه المناسبه، الخطه اللي تناسب امكانياتنا وتقدر ان هي تواجه مفاتيح لعب المنافس اللي قصادنا. طبعا احنا طبعا بنمتلك عناصر قويه جدا وشباب، رغم طبعا غياب بعض العناصر لظروف خاصه او للاصابه، انما احنا عندنا لاعبين كويسين وفي أكفاء جدا في مقدمتهم طبعا محمد الشناوي، عندنا طبعا اللي هيحل محل بعض اللاعبين اللي هم ممكن مش هيشاركوا، عندنا مثلا ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، بنون، محمد هاني، طبعا مش هننسى السولية، حمدي فتحي، قفشة، وهيبقى قدامهم طبعا احنا عندنا طاهر محمد طاهر برضه هيعوض سرعة حسين الشحات، بواليا، عندنا صلاح محسن، محمد شريف، كل دول هم عناصر شبابية قوية جدا هيقدروا، شرط ان انا اطلع من قلبي الرهبة او انا بقابل مين او تاريخه ايه. وعلى فكرة ان الاهلي هو تاريخه اقوى واكبر من بالميراس، يعني بالميراس هو حصل البطولة في امريكا الشمال 10 مرات، اخرها كان 2008. احنا شوف الاهلي خرج من 2020 بس حصل 3 أكبر بطولات ممكن أي فريق يحصدها، كاس مصر، أفريقيا، الدوري، وشوف عدد المرات سواء 42 مرة في الكاس، 37 في الدوري، 37 في الكاس، 9 في أفريقيا. هنشوف الأهلي في الدوري طول عمره متقدم بيفوز بفارق كبير جدا عن الأندية. الأهلي لسه يا دوبك لعب 9 مرات بس في الدوري وحصد 21 نقطة، يعني قريب جدا من متصدر من غريمه التقليدي ب 26 نقطة فقط. والأهلي قادم هنلاقي ان كمان بالميراس السنة اللي فاتت ما خدش الا الوصافة في الدوري الشمال الأفريقي، فالأهلي بالورقة والقلم يملك ان هو يقدر يكون ند قوي جدا، شرط ازاي ان انا احافظ على الخطة اللي انا حاططها، ازاي انا اقفل مساحاتي، ازاي انا احط العنصر المناسب لي. احنا اكيد شفنا طبعا المدير الفني شاف العناصر اللي بتلعب قصاده ويقدر يحط لها اوراق الرابحه قصادها ازاي ان احنا يبقى فيه الهجمه المرتده او اللي احنا الهجمات اللي هنقوم بيها ازاي تبقى منظمه في نفس الوقت في تغطيه دفاعيه يعني متجانسه خاصه امام مرمان عشان ما يحصلش نفس اللي حصل امام بايرن ميونخ، ومن غلطتين دفاعيتين او تمركز دفاعي خطا جه الهدفين، وكان طبعا اللي احنا شفناه، وان شاء الله الأهلي بإذن الله يحرز الميدالية الثانية البرونزية. بنشكر حضرتك جدا، شكرا جزيلا أستاذ حسام. يعني دي كانت أهم التفاصيل النهاردة بتاعت أخبارنا من جريدة الجمهورية. شكرا لاستماعكم وعودة للاستوديو مرة تانية.
احنا اللي بنشكرك زميلتنا العزيزه روزان نصر جزيل الشكر، وطبعا تحياتنا للاستاذ حسام الغرباوي الكاتب الصحفي والناقد الرياضي بجريده الجمهوريه. خليني اقول لك على حاجه كريم، يعني اكيد قبل اي مباراه يعني مفروض ان الصحافه الخاصه بيه او تابعه للدوله اللي النادي بتاعها بيلعب بتكون يعني منحازه ليه، اكيد بتقول كلام تشجيعي وغيره. ولكن عايز اقول لك ان في بعض الصحف البرازيليه تحدثت او حذرت بالميراس من يعني مواجهه الاهلي. خليني اقول لحضراتكم بعض المنشطات فقط، يعني بعض الصحف البرازيليه قالت او كانت بتحذر بالميراس من الاهلي بمونديال الانديه. المنشط الآخر، الأهلي أفضل من برشلونة وقادر على دهس بالميراس. ومن صحيفة أخيرة بتتحدث الأهلي قادر على دهس بالميراس وصمد أمام بايرن أكثر من برشلونة. فده ما يقال عن الأهلي في الخارج أو في البلد اللي أنت هتواجه النادي بتاعها، أو زي ما بنقول يعني النادي المنافس. فأنا أعتقد يعني إحنا أكيد مش محتاجين إن إحنا نعرف قيمة نادينا، ولكن إن دل هذا الأمر على شيء فيدل على قوة وعظمة النادي اللي احنا بننتمي ليه. فنادي بيهابه يعني البعض، مش هقول الكل، البعض كبار بالظبط يعني الفرق في العالم. فاعتقد ان ده يعني شيء مفروض كلنا نكون سعداء بيه. خلي بالك برضو من ضمن التفاصيل اللي خلت ناس كتير تشوف ان النادي الاهلي افضل من برشلونة، لان الجملة دي لما تتقال في المطلق في ناس كتير هتقف وتتأملها تقول لك بناء على ايه بتقول كلام زي ده. يمكن وجهة النظر قد تكون، واحتمال اكون مخطئ في هذا الامر، بس ممكن جدا تكون وجهة النظر في المقارنة دي جت بعد ما بايرن ميونخ فاز على برشلونة 8-2 في الوقت اللي النادي الأهلي بصعوبة شديدة يعني اتهزم بهدفين. ف ممكن تكون دي الزاوية اللي الناس بتقول البناء عليها الجمهور. يجوز طبعا، يجوز، ولكن هي دي كرة القدم. وإحنا برضو هنرجع نقول نادينا كبير، والبعض أنا يعني هرجع أقول تاني كنهواند اللي هي أهلوية، أنا راضية جدا عن أداء فريقي. أنا شفت أن في خطة دفاعية كانت في الشوط الأول، ربما لو كنا طبعا ده تحليلي أنا المتواضع، لو كنا فتحنا عن كده ممكن كان يبقى في إجواء الله أعلم. ولكن أنا مع الخطة اللي وضعها موسيماني جدا، وشايفة أن أداءنا كان يعني أداء رجولي جدا في الملعب. فنتمنى طبعا كنا الفوز، ولكن برضو لازم كل واحد يعني يكون عاقل برضو فيما يطمح ليه. ربما ده ما كانش وقتها أو ده ما كانش وقته أن احنا نفوز دلوقتي، ولكن أكيد في يوم من الأيام الأهلي هيصبح هو بطل العالم في الأندية. على كل حال خلينا ننتقل بقى مع حضراتكم دلوقتي، وزي ما احنا متعودين برضو كل يوم انا وكريم بنحب نعرض كده تقرير عن براعم النادي الاهلي في مختلف الالعاب. المره دي هنروح نشوف تدريبات براعم وناشئين السله تحديدا، قد ايه التدريبات دي يعني وروح الفريق هناك عامل اساسي بنتكلم عنه في تنشئه اللاعبين في اي رياضه كانت. خلينا نروح نتابع. الفترة دي فترة صعبة جدا من ساعة الوباء ده ما دخل بلدنا. طبعا النادي هنا إجراءات مشددة جدا، وكابتن خطيب دايما بيتكلم على موضوع الاحترازات وإدارة النشاط الرياضي بقيادة كابتن رؤوف، والجهاز هنا كابتن سيد وكابتن أسامة النم. فإحنا بنتعامل مع الولاد دايما بننبه عليهم، الدكتورة بتنبه عليهم دايما على قبل التمرين وبعد التمرين الفيس ماسك دايما لازم يلبسوه، وموضوع الكحول والتعقيم. احنا دلوقتي في فترة اجازة اللعيبة، فترة امتحانات، فترة اجازة، بنزود عدد ساعات التدريب، لان السن الصغير دوت دايما لازم تزود عدد ساعات التدريب، لان هم اول سنة السنة دي كانوا السنين اللي فاتت بيلعبوا مهرجانات، فاول سنة دي الكومبيتيشن يبقى عالي جدا. فدوت بنحاول نعودهم دايما نحطهم تحت ضغط المكسب، بحيث ان احنا هنا طبعا متعودين بنربي اللعيبه على المركز الاول دايما، المركز الثاني بالنسبه لنا خساره. فبنستعد بكل قوه للمريه، وباذن الله ندخل البطوله النادي السنه دي ان شاء الله. بنبدا في مرحله 2008 نشتغل على اعداد الفريق للمنافسه على البطولتين المهمين اللي بيتلعبوا في تحت 14 سنه، اللي هم السنه دي بيلعبوها 2007. طبعا انا ببدا اعد الفرقه بحيث ان انا اقدر اصعد احسن العناصر لفرقه 2007 من 2008 عشان يشاركوا في البطولات ويساعدوهم ان شاء الله ان هم يكسبوا بطولتين القاهره والجمهوريه.
المرحلة دي ما فيهاش منافسات فعلا، ولكن مهمة جدا. احنا بنبدأ ندور على الخامات الكويسة نهتم بيها أكتر، بنبدأ نهتم بكل عناصر الفرقة علشان نقدر نطلع منهم آخر ما عندهم عشان نعرف مين هيلعب معنا البطولات، نقدر ندعم من بره إذا النادي سمح لنا بحاجة زي كده بعناصر كويسة موهوبة ناس طوال، نقدر إن هم يساعدونا في البطولات في المراحل اللي بعد كده إن شاء الله. الحقيقة في حاجات كتيرة اتغيرت بعد كورونا. احنا كنا بنمرن 5 تمرينات في الأسبوع و4 تمرينات، دلوقتي اضطرينا ان احنا نمرن 2 تمرينات و3 تمرينات في الاسبوع للظروف اللي احنا بنمر بيها. بنحاول ان احنا على قد ما نقدر بنلتزم بالاجراءات الاحترازيه اللي احنا اللي وزاره رئيس الوزراء ابلغ بيها. بنقسم الاولاد الفرقه على مجموعتين، بنحاول على قد ما نقدر مش ال 20 بنت بيبقوا متواجدين في نفس الوقت، بنقسمهم على مدار لو التمرين ساعتين بنقسمهم ساعه وساعه عشان نقلل ده، نقلل المشاكل اللي ممكن تحصل من الاعداد الكبيره جوه الملعب. الحقيقه ان احنا بنحاول دايما ما نتاثرش قوي بالظروف ديت، بنحاول نشتغل على اللاعبين الانديفيدوال في الفتره اللي احنا فيها ديت بحيث ان المستوى البدني والمهاري ما يقعش على قد ما نقدر. احنا بنتمرن كل يوم تمرين، وان احنا بنراجع الخطط بتاعتنا كل يوم، واللي عنده مشكله بيحاول يحسنها او بقى يجي الصبح يتمرن، او وكابتن عمر بيحدد ناس علشان يحفظوا الخطط اكتر، وان احنا نعرف نلعب في بطوله الجمهوريه افضل من بطوله المنطقه. طبعا احنا بنحاول نوفر كل الطرق، النادي بيحاول يوفر كل الطرق عشان يخلينا على اتم استعداد لبطوله الجمهوريه. بيحاول يوفر لنا مواعيد اكتر عشان ان شاء الله نرجع البطوله للنادي. تمارين بيوفر لها تمارين الصبح وبالليل كباتن فتنس وكل حاجه موجوده ان هي تساعدنا تمام. احنا بنتمرن حوالي 5 ايام في الاسبوع عشان احنا عايزين نتحسن وعايزين ان شاء الله ناخد البطوله اللي جايه، ونفسنا احنا ناخدها ونكسب اول مركز. وكابتن عمر هاشم مدرب جامد جدا وانا بحبه جدا، وبيحافظ علينا بيحب ان احنا نبقى كويسين جدا، وعايزه نتحسن عشان نبقى نكسب الجمهوريه ان شاء الله. انا دايما نفسي من زمان قوي ان انا العب في منتخب مصر، ده حلمي وفي الاهلي دايما بحاول ابذل كل مجهودي في الماتشات عشان اظهر وابقى لعيبه كويسه وابين كابتن ان انا قدها وطبعا كابتن بيدعمني جدا الحمد لله، وبيدعمنا كلنا. انا ماشي الاعلى كابتن عليا، كانت بتمرنا السنه اللي فاتت، لا السنه قبل اللي فاتت، وهي كانت كابتن فريق الاهلي وكانت بتلعب في منتخب مصر واحترفت بره شويه، فهي ان شاء الله انا بلعب ان انا ان شاء الله ابقى زيها. هو تحت 13 سنه ما فيش جمهوريه، هي تحت 14، فيعني انا متصاعده مع 2007، فيعني احنا بنجهز في التمريرات مع كابتن عمر، ويعني لازم نكون مستعدين عشان هي بطوله مهمه ويعني لازم نكسبها. انا نفسي ابقى احقق ان انا ابقى واحده زي مثلا العب مع منتخب مصر والعب ضد ناس من بره مصر خالص، ونكسب وانا اكسب فرقتي واطلع اسم مصر في الباسكت بول، بخصوص ان الباسكت بول مش مشهور قوي في مصر، فانا بحاول طموحاتي ان انا اطلع مصر حاجه حلوه في الباسكت بول للبنات. احنا عندنا بطوله جايه، بطوله جمهوريه، احنا ان شاء الله عندنا تارجت ان احنا نكسبها ونركز، وكابتن عمر هاشم طبعا ساعدنا في ده جدا، وطبعا انا وزمايلي بقينا نبقى مع بعض اكتر عشان نكسب كان المستوى تبقى كويسه وبس. واكيد كلنا نفسنا ان احنا نكسب ان شاء الله الجمهوريه، ده اول تارجت ونحقق بطوله للنادي الاهلي اللي ما دخلتش بقى لها 7 سنين للنادي.
يمكن الفترة اللي فاتت ما كانتش عندنا فرصة كافية ان احنا نعرض لحضراتكم مجموعة من الفيديوهات لبطولات رياضية مختلفة، طبعا نظرا لانشغالنا بمواجبة ومتابعة مشاركة النادي الاهلي في مونديال الاندية، لكن النهاردة ان شاء الله في فرصة بقى كده هنشوف معاكم جزء من بطولة فينيكس المفتوحة للجولف، البطولة اللي فاز فيها الامريكي بروكس كوبكا بلقب البطولة متقدما بضربة واحدة فقط على اقرب منافسيه على هذا اللقب. طيب من الجولف لهوكي الجليد، من الرياضات الاكثر متعه زي ما بيتقال في العالم، خصوصا اكيد في موسم الشتاء وفي الدول اللي بيكون فيها يعني جليد. خلينا نروح نشوف دلوقتي الدوري الوطني الكندي لهوكي الجليد، ومباراه فاز فيها فريق ادمنتون بثلاثه اهداف، ده مقابل هدف واحد على مضيفه اوتاوا. الرياضات اللي لما بيحصل خناقه في مباراه من مبارياتها بتبقى معجنه بالمعنى الحرفي. يمكن احنا عرضنا وبالمضارب، وبصي زي ما انت عارفه يمكن احنا عرضنا كان في كده فيديوهات بنعرضها لحضراتكم في فكره المشاكل او يعني الحاجات المواقف الغريبه اللي بتحصل في الملاعب، وكان منها هذه الرياضه، وكنا بنشوف فعلا ان في عنف شديد لما بيحصل مشكله يعني، وحتى الجمهور بيبقى ممكن يعني بيبقى جزء من المشاكل دي، فبتبقى مرعبه بصراحه. لكل حال الفقره الاولى خلصت، بس بنفكر حضراتكم مره ثانيه احنا معانا فقرتين، فقره هنتكلم فيها عن تنس الطاوله، وفقره ثانيه هنتكلم فيها هيكون منورنا كابتن اسامه عرابي نجم الاهلي السابق، ونتكلم كده براحتنا بقى ونحلل براحتنا ونحاول ان احنا نتوقع المشهد ان شاء الله بكره في مباراه الاهلي وبالميراس. وزي ما كنا بنقول لحضراتكم يعني احنا اكيد اخبارنا وتغطيتنا على قناه الاهلي مستمره ان شاء الله مع حضراتكم. فاصل سريع ونرجع نكمل. احد اهم ابطال لعبه تنس الطاوله في مصر والقاره الافريقيه، حقق العديد من الميداليات المتنوعه في مختلف منافسات اللعبه، هو السيد لاشين نجم الاهلي. ولد ابن محافظه الاسكندريه في 9 فبراير عام 1980، وبدا لعبه تنس الطاوله في 10 من عمره بانديه الاسكندريه، واختتمت باللاعب السبورتنج ومنه للاهلي في عام 2002، ليبدأ مشوارا مليئا بالبطولات محليا وعربيا وقارية. المشاركة الأولى للسيد لاشين مع منتخب مصر كانت عام 1997، ومثل بلاده في العديد من المحافل القارية والعالمية، كما شارك في دورة الألعاب الأولمبية 3 مرات، آخرها الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2012 في لندن، وكان أول مصري وعربي وإفريقي يتأهل لدور 32 بالأولمبياد. فاجأ لاشين الجميع حينما قرر الاعتزال الدولي والاكتفاء بالمشاركة في البطولات المحلية والقارية والعربية باسم النادي الأهلي، مكتفيا بما حققه مع الفراعنة خلال 22 عاما ببرونزية بطولة للفرق وأربع ذهبيات إفريقية ومثلهم عربية، والميداليات العديدة في دورات الألعاب العربية والإفريقية والفرنكفونية. أسطورة تنس الطاولة كان أول لاعب مصري يدخل ضمن أفضل 100 لاعب في التصنيف العالمي، وأول رئيس للجنة مسابقات اللاعبين العرب. رصيد نجم الأهلي لتنس الطاولة مليء بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية محليا وعربيا وقارية، فقد حقق مع المارد الأحمر 15 دوري و3 لكأس مصر و13 لقبا للبطولة العربية و3 بطولات إفريقية. السيد لاشين ابن الأهلي البار يضع نصب عينيه النجاح المستمر مع ناديه، ويراه دائما قادرا على المنافسة بقوة على كل البطولات والمسابقات، وهدفه المركز الأول وحصد البطولات، ولا يقبل بديلا عن منصات التتويج. مرحبا بحضراتكم. يمكن التقرير يعني بيتكلم او بيقول حاجات كتيره ممكن ان احنا نختصرها طالما حضراتكم اتفرجتوا عليه، بس اللي نقدر نقوله ان احنا كاهلاويه او ككيان نادي اهلي اكيد بيكون فخور باي ابن ليه ان هو بيفوز ببطوله وبيرفع اسمه يعني في اي محفل كمان سواء محلي او دولي، واكيد احنا بيكون في دعم من النادي الاهلي وبيكون في جماهير ورا كل بطل. خلينا نرحب بابن من ابناء النادي الاهلي ورمز مصري، خليني اقوله كمان افريقي في لعبه
تنس الطاولة هو السيد لاشين. يا كابتن صباح الخير. صباح النور يا فندم. نورنا. انت جاي لسه صاحي. لا والله صاحي من بدري، انا بصحى عادي. سعداء لوجودك معانا، اخبارك ايه؟ كله تمام؟ زي الفل. يعني بعد ما تابعنا التقرير ده ملهاش حل غير ان احنا نسألك السؤال اللي يبدو منطقي جدا في حالتك، بعد اللي حصل ده كله، بعد النجاحات دي كلها، وبعد مشاركتك وحصولك على العديد من البطولات سواء محلية أو عربية أو أفريقية، ليه خدت قرار الاعتزال؟ لا هي كانت أسباب كتير، بس يعني أنا حسيتها كده في الوقت ده إنه يعني ليس في الإمكان أفضل مما كان. يعني الحمد لله الواحد حاول يجتهد مع المنتخب ويقدر يعمل نتائج اللي هو عملها، بس مش هقدر أفيد غير نفسي تمام، وممكن ساعتها لو فدت نفسي زيادة ممكن الأجيال اللي طالعة ورايا تتأخر شوية، فهيبقى الموضوع صعب عليهم ان هم يقعدوني او ان انا ما العبش. بس الحمد لله لقيت في بكوره خير، عندنا محمد البيلي، العصر، عندنا محمد شومان، دول اللي هم كانوا يعني محتاجين الخطوه دي، والحمد لله رب العالمين اثبتوا وجودهم. وفي كمان اجيال كمان طلعت بعد اعتزال، انا يمكن انا كنت نوعا ما عقبه بس في الموضوع، بس الحمد لله رب العالمين انا حاسس ان نجح. بس عقبه؟ لا طبعا عقبة ازاي، انا كبير سن، يعني انا امبارح الحمد لله رب العالمين 41 تمام، واحنا وحضرتك بالصحه والسلامه الله يكرمك، واحنا لعبه محتاجه خبرات كتير عشان تقدر تدي وتقف في مواقف صعبه. طب ما انت عندك الخبرات دي، ما هي موجوده عندنا بس مش موجوده عندهم. ايوه انا لعبك، احنا وقفنا بس عند حته انت ليه عقبه يعني عشان انا طول يعني بفضل الله طول ما كنت موجود في المنتخب انا كنت بلعب، واحنا اللي بيلعب في السكور 3 لعيبه، فكنت انا وكابتن احمد صالح نجم الزمالك وكابتن عمر عصر كان لعيب معانا في النادي الاهلي وطبعا نجم كبير وما شاء الله تاريخ يعني، وعمر محترف في فرنسا دلوقتي، فاحنا الثلاثه اللي هم 1 2 3 البيلي، محمد البيلي زميلنا في المنتخب تعبوا شيء عشان ياخد مكان وحد يقعد شويه وحد ينزل شويه مكانه، فالموضوع صعب عندنا، الخبرات كتير محتاجينها كتير عشان تقدر تقف، ان انت بتقف لوحدك على الطاوله وبتاخد القرار طبعا بمساعده الجهاز الفني واللعيبه والزملاء بيبقى الموضوع اسهل شويه، بس برضه ستيل انت الوحيد اللي بتاخد القرار انت هتلعب فين وهتلعب ازاي والماتش هتمشي ازاي، فالموضوع بيبقى صعب، فعشان يقدروا ياخدوا الخبرات دي انا حسيت ان الوقت ده مناسب بالنسبه لي اكتر. ده حاجه يعني نادره الحدوث ان حد يفكر بجد والله صح، يعني حد يفكر بهذا الشكل في الغير، يعني دايما البني ادم بيفكر في مصلحته ده اللي احنا نعرفه، بس يعني مش اكيد مش هنقول لك حاجه خلاص اللي حصل حصل، اكيد كنا نتمنى ان انت تحقق مزيد من البطولات، ولكن خلينا نروح للتجربه بتاعه الاحتراف. تمام، انت ذكرت قبل كده ان تجربه الاحتراف لا تعيق برضو المسيره مع الاهلي. احنا يعني الكابتن الطاوله عندنا الاوبشن ده ان احنا ممكن نلعب باسم النادي الاهلي ونلعب باسم انديه تانية معاه وممكن اكتر من نادي كمان، فبالنسبه لنا انا دي الرياضه الوحيده اللي فيها مساحه اللي انت بتقوله ده ولا بتقول؟ لا في بعض العاب بس في حسب نظام الدوري اللي انت هتروحه، يعني احنا في دول مثلا فرنسا او المانيا دلوقتي ممنوع ان انت تلعب باسم دولتين، يعني تلعب في الدوري الفرنسي او تلعب في الدوري الالماني وما ينفعش تلعب باسم حته تاني. ده منطقي عشان نظام الدوري عندهم كده تمام، احنا في دول تانية عندها الاوبشن ده ان احنا ممكن نلعب، بيعملوا نظام دورات مجمعه، فاحنا بنلعب هنا في الدوري عادي الدوري المصري عادي كامل ما فيهوش حاجه، ونروح نلعب دوره مجمعه بتبقى بالتنسيق مع لجنه المسابقات في الاتحاد، بيدونا المواعيد المناسبه لينا لان احنا في لعيبه كتير محترفه يمكن 6 أو 7 لعيبه في مصر، فبينظموا لجنه المسابقات بتساعدنا ان احنا نظبط المواعيد بتاعتنا احنا هنا في مصر عشان تقدر تشارك هناك. عشان نقدر نشارك هناك، فبنروح الاسبوع 4 أيام 5 أيام حسب الدوري اللي انت بتلعب فيه، تروح تلعب الماتشات وترجع تاني وكأن شيئا لم يكن، بس اكيد بتستفيد بقى خبرات وماتشات زياده اللي هي اساس الرياضه، يعني اساس ان الواحد مستواه يزيد وخبراته تزيد المباريات، فانت دي بتزود جامد معانا يعني. طب كابتن سيد اكيد ناس برضو حابه بجانب ان هم يعرفوا عن الشق الرياضي يعرفوا الشق الشخصي لبطل من ابطالهم، معلش انت اسم برضو كبير جدا في يعني كنت في الاهلي بجد في تنس الطاوله، فخلينا نعرف يعني انت دلوقتي كنت مع الرياضه بتشتغل حاليا انت بتشتغل، يعني خلينا نعرف المسيره كانت ازاي مع الرياضه. انا موظف في شركه صن مصر للبترول،
يومي الطبيعي بروح الشركة وأخلص وبعدين أروح النادي. يعني ده الشغل من زمان من أيام ما كنت بتتمرن وبتروح بطولات ولا كان وقتها؟ لا أنا الفترة الأخرانية يعني بس قبل كده كنت باخد أجازة بدون مرتب زي ما بيقولوا كده صاحب بالين كداب وإحنا رياضة يعني محتاجة مجهود زيادة تركيز أكتر فالموضوع بيبقى صعب شوية إن أنا أبقى قاعد من الصبح لحد الساعة 4 وبعدين أجي على التمرين ببقى مستهلك أصلا. فجربت الحكاية دي يمكن شهر كان بعد ثورة يناير من بعدها مفيش ما حاولت التزم في الموضوع اكون موظف ورياضي ما قدرتش ما ظبطتش معايا بس دلوقتي الدنيا اسهل كتير يعني الحمد لله برضو يعني اللود بتاع المنتخب اتشال شويه المعسكرات والحاجات دي بقت اسهل شويه مع النادي الدنيا ماشيه كويس الحمد لله وما في يعني المواعيد متظبطه بالنسبه لتمريننا وبالنسبه ان الواحد يقدر يحافظ على نفسه الموضوع اسهل كتير قوي من قصه المنتخب يعني. جميل. طيب في كل رياضه عاده بتلاقي ان في دوله معينه او عده دول او منطقه معينه من العالم مميزه جدا في الرياضه دي بالتحديد. ففي حاله تنس الطاوله شرق اسيا جنوب شرق اسيا ده من زمان من قديم الازل يعني من الاربعينات او الخمسينات كده برضو او حتى ساعة المصالحه بين امريكا والصين بسبب ماتش بينج بونج الموضوع فرق جامد معاهم. على ذكر الصين، الصين بصفه خاصه يعني تحس حتى اللعيبه بتوعهم عندهم ستايل مميز كده حتى في مسكه المضرب في نوع الضربات اللي بيعملوها هم مع نفسهم قوي في الرياضه دي. مش مع نفسهم هم ويبان ان هم مع نفسهم هم الليفل بتاعهم هو مع نفسه يعني هم واصلين الليفل كويس قوي يعني حاجه غير الدنيا كلها. تمام بس هم مش المفروض ان هم مع نفسهم ده بالعكس ده هم ابديتد بكل حاجه بتحصل في الدنيا. لا كلمه مع نفسهم انا قصدي اقول لك الستايل بتاعهم مميز وعندهم قوه دايما في كل الاجيال اللي بتشارك في البطولات عشان هم ابديتد باي حاجه بتحصل هم مركزين مع العالم كله ومركزين مع نفسهم يشوفوا ايه اللي بيتطبق بره ويعملوه لو في حاجه فيها فايده. يعني انا فاكر في مره كنت في الصين والصين اللي هم يعني الليدر بتاع الدنيا كلها في تنس الطاوله عندهم مدرب اللياقه امريكي فمدرب الفتنس بتاعهم امريكي فازاي وهم اساسا من زمان متميزين كده كده باللياقه يعني سرعة جدا ولياقتهم جامده جدا يعني بسم الله ما شاء الله مهتمين بكل التفاصيل اللي تستجد في عالم تنس الطاوله اي حد هيجي منه فايده مش هيسيبوه هياخدوه عندهم ويشوفوا ايه الميزه اللي عنده ويحاولوا يطوروا نفسهم بناء عليه. هي يعني الشكل البدني بيبقى ليه تأثير يعني مثلا احنا لو هنتكلم عن الاسيويين الى حد ما شاطرين في الرياضه دي هل ده لقله او سهوله الحركه سرعه الحركه لان هم احجامهم اقل يعني من شعوب اخرى يمكن مثلا على سبيل المثال انا هدي لك عندنا مثلا هنا جوده ما شاء الله عليها من الناشئين برضو حجمها صغير سريعه فبتفكرني شويه بالستايل بتاعهم يعني هل ده ما يميز فعلا؟ هو هي دي من اساسيات اللعبه ان السرعه دي من الحاجات المهمه جدا لازم تبقى موجوده عند اللعيب يعني احنا محتاجين سرعه وقوه ورد فعل وحاجات كتير محتاجينها توافق عضلي عصبي حاجات كتير احنا محتاجينها بس ميزه اللي هم الصينيين او شرق اسيا عموما ان هم اجسامهم قليله شويه واسرع كتير قوي من اي حد يعني مثلا اجسام الاوروبيه اقوى تمام يعني لو الاثنين في خناقه طبعا زي كده بروسلي فالموضوع بيبقى بالنسبه لهم اسهل كتير ان هم لعبه محتاجه سرعه وهم اسرع هي طبيعه الحياه عندهم كده. فالالمان مثلا او اللي هم الاوروبيين عامه عندهم مهارات اكتر بس الصينيين اسرع كتير. احنا فين بقى من الاثنين؟ احنا ميكس شويه يعني لا احنا سرعة قوي ولا احنا مهارات عاليه جدا بس في كده السرعه دي ممكن الواحد يشتغل عليها بحيث انه ينمي سرعته يطور من سرعته ولا ده غير قابل يعني ممكن انت يا اما سريع من نفسك في الاول يا اما لا ممكن بس انت اوريدي بيبقى يعني عندك نص المشوار انت مولود بيه يعني في شرق اسيا انت من غير حاجه انت هتبقى سريع فلما تيجي تنمي على 50% الموضوع هيوصل لرقم حلو صحيح انما مثلا احنا بيبقى الجسم وطريقه الحياه والعيشه والموضوع مختلف شويه اوروبا برضو مختلف شويه بس نوعا ما ان ساعات احنا عندنا في تنس الطاوله ساعات المهارات والخبرات والحاجات دي بتاثر شويه بتاثر بالايجابي لو انت عندك الحاجه دي كويسه. طيب
عايز اسالك سؤال يعني ورد عليه منتهى الصراحه. دلوقتي لو اتكلمنا مع التطور اللي حصل واهتمام الدوله نفسها بالرياضه ربما فارق عن زمان، خلينا نبقى صراحه، واصبح دلوقتي في توجه ان الرياضه اساسيه ومش التركيز فقط على كره القدم، بقى في اهتمام برياضات مختلفه، واضح جدا نقدر نقول ان تنس الطاولة المصري يقدر حاليا يصل للعالمية؟ يعني احنا عندنا الكوادر، يعني ناشئين عندنا كويسين جدا وما عندناش نقص في فكرة المهارة، هل احنا دلوقتي مع الاهتمام ده نقدر نوصل للعالمية بشكل افضل كتير كرانك؟ يعني هقول لحضرتك على يعني حاجة كده بصراحة. تمام. الدولة مهتمة؟ مهتمة كويس. وبتصرف؟ بتصرف، بس احنا ينقصنا التخطيط. التخطيط مش لا هي مهارة ولا هي صرف ولا يعني ولا إمكانيات. اللعيبة الحمد لله موجودين ومستواهم كويس ويقدروا، بالذات اللي هم الصغيرين. التخطيط ده يفرق جامد قوي. بمعنى ايه التخطيط بقى؟ يعني البلانينج اللي حاصل للعيبة نفسها، يبقى عارف ان هو الشهر الجاي هيبقى عنده كذا، الشهر اللي بعده هيبقى عنده كذا، المعسكر اللي بين البطولتين، اللي هتمرن ازاي الفترة دي عشان المنافسات اللي عندي شكلها عامل ازاي. الحاجات دي كلها احنا نوعا ما مش اقوية فيها. يعني انت عندك دولة ابتداء من رأس الدولة مهتمة بالملف الرياضة، وعندك وزارة للشباب والرياضة، وعندك اتحاد للعبة، وعندك مشكلة في التخطيط. وده كلام يبدو هو مش كلام، انت في حاجات عندنا بتحكمنا. يعني انا بتكلم على تنس طاوله يعني. طبعا كلام عادي. هو بالتحديد موضوع الاحتراف ماله؟ تمام، انا بيبقى في بطوله وفي محترف، تمام، عندي ماتش مع النادي مثلا في حته الفلانيه او كده، فبيحصل زي ما قلت في الاول كده بيحصل هندله للموضوع ان احنا نحاول ننظمها. ده لو احتراف ونادي. انما لو احتراف مثلا مع المنتخب، لا، الاولويه كده بتبقى للمنتخب. بس هي النقطة دي ساعات بتأثر على بعض المشاركات. ساعات احنا بيبقى مثلا عندنا ماتشات او حاجة، وفي المنتخب عنده ماتشات، فبيبقى غصب عن اللعيب بيقدر يلعب الماتش وجري على المنتخب. فبيبقى ساعات ممكن يكون مستهلك او حاجة، في حاجة بتبقى جبرانة ان احنا نعمل كده. يعني اللعيب برضو لما يلعب هو بياخد فلوس من النادي وبياخد احتكاك وحاجات كتير المفروض انها في الاخر بتصب للمنتخب. فالنقطة دي بتبقى ساعات مثلا بعض ماتشات بتلاقي نفسك مستهلك شوية ان انت لعب هنا ولعب هنا ولعب هنا ولعب هنا. فدي نقطة. النقطة الثانية خلينا نتكلم احنا فين في تنس الطاولة. ماشي. يعني لو احنا هنتكلم كمصر، احنا يعتبر من اقوى اخر ليفل 1 او احسن ليفل 2. تمام، اللي هم مثلا من نقول من 16 17 كده، ده بما يرضي الله. تمام، السهوله ان يعني احنا نقدر نوصل مثلا 4-5 مراكز قدام. بس الفتره اللعيبه اللي بتقعدها في مصر لازم تختلف ويقعدوا بره اكتر، يلعبوا ماتشات اكتر، يلعبوا بطولات اكتر، يعني عشان يقدروا يعدوا الثلاث اربع مراكز اللي هم احنا عندنا المركز يعني بالموت بيطلع بالموت. واحد يسبق مركز في الرانكينج الدولي بيبقى الموضوع صعب جدا. فعشان يقدر يعمل الكلام ده، تمام، محتاج دعم كتير جدا، والدنيا تبقى ماشيه معاه، يعني عارف هو هيعمل ايه، المنتخب كله مش واحد، لان انت بتلعب بفرقه. فمحتاج القصه دي. اللي نجحت فيها نوعا ما هنا ما شاء الله عليها بجد يعني. بس هنا لوحدها مش كفايه. طبعا يعني هنا لوحدها مش جيل. طبعا يعني هنا وزملاتها، احنا عندنا خامات كتيره كويسه، صغيرين واكبر من هنا شويه، ويمكن كمان في ان شاء الله مباشرين كمان اصغر من هنا، بس محتاجين التخطيط من بدري. يعني انا اقدر اقول انها نجحت عشان كان التخطيط من بدري قوي. اوكي. تمام، من وهي عندها 5-6 سنين اهلها ركزوا في الموضوع، ابتدت تنتج وابتدت تكسب بطولات وهي عندها 7 سنين و8 سنين، وده مش موجود عندنا اصلا ان حد يكسب بطوله 7-8 سنين. صح. لما ابتدت هي تكسب الموضوع اختلف. احنا عندنا ناس تانية بتخطط، تمام، وفي بعض عواقب كده وحاجات يعني بتبوظ الخطه اللي هم عاملينها، او الدنيا ما بتظبطش معاهم، فبيضطر يرجع خطوه لورا ويبتدي يعيد الموضوع من اول وجديد. فلازم كل المنظومه كلها تبقى ماشيه في اتجاه واحد.
صحيح، عندك حق مليون في المية، ونتمنى ان ده يحصل ويتحقق في اسرع وقت ممكن طالما عندنا كل العناصر متوفرة زي ما انت كنت بتقول. كابتن سيد انت نورتنا وسعداء جدا لوجودك معانا، وان شاء الله نرجع نلتقي معاك مرة تانية على خير باذن الرحمن. ربنا يبارك فيك ان شاء الله كابتن سيد، واكيد كلنا ان الوضع يختلف. ولو حضرتك بتتكلم فعلا في نقطة، لان هي اعتقد نقطة مهمة جدا، نتمنى الوضع يختلف باذن الله، لان احنا زي ما قلنا احنا عندنا ناشئين يعني تحديدا في النادي الاهلي رائعين، فنستغل ده باذن الله الاستغلال السليم. احنا في النادي الاهلي الموضوع مختلف تمام، يعني احنا عندنا الخطه بتاعتنا طبعا. الجهاز الفني كله كامل عنده الخطه فالموضوع انا يعني الموضوع الحمد لله في الاهلي تمام، يعني احنا بنكسب كل البطولات عشان مخططين لقدام شويه، حتى لما بيبقى في دروب او حاجه بنحاول نعدله عشان الدنيا تمشي. المنتخب اوريدي بيعملوا وبيجتهدوا، بس هي محتاجه زياده شويه، يعني محتاجه برضو شويه امكانيات زياده شويه في الالعاب هي زي ما بيقولوا الطبخه الاخيره، يعني دي بس يمكن. تمام جدا باذن الله ده يحصل. على كل حال هنروح بقى فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم الفقره الاخيره زي ما كنا بنقول، هنتكلم بقى عن كره القدم واكيد المونديال. اتفضل. يا اهلا بحضراتكم مره ثانيه. طبعا الاهلي بيستعد لمباراه مهمه جدا بكره ان شاء الله امام بالميراس البرازيلي للمنافسه على برونزيه مونديال الانديه. بطبيعه الحال كلنا عندنا دوافع كتير جدا جدا عشان نحقق هذا الهدف، هدف الحصول على البرونزيه. هنتكلم عن كل هذه الدوافع وغيرها من التفاصيل مع ضيفنا العزيز، اللي ايام لما كان بيلعب في اي مباراه دايما تلاقوا المعلق من اكتر الاسماء اللي بتتقال على لسان المعلق، ايا كان مين هو وايا كان ايه نوع المباراه او مين الخصم فيها للنادي الاهلي، دايما اسم كابتن اسامه عرابي. اسامه عرابي اسامه عرابي، احنا سعداء جدا لوجود كابتن اسامه عرابي معانا في حلقه النهارده، منورنا وصباح الفل عليك. الله يخليك يا كريم، انا اسعد، اهلا وسهلا بيك، وطبعا بنعوان منورين القناه وتقدموا حاجات حلوه كتير يعني بنتابعها الصبح كتير. شرفنا. واهلا بالساده المشاهدين في بيتك كابتن عرابي. واللي بيتفرج ده كلهم اهالينا، واكيد هم دلوقتي الناس كلها مترقبه كده بكره الماتش هيبقى شكله عامل ازاي. يعني بالميراس مش من الفرق السهله، وفي نفس الوقت البعض برضو عشان نبقى واقعيين عارفين ان هو مش في نفس قوه بايرن ميونخ، واذا كان عدى ماتش بايرن ميونخ بهذا الشكل فتوقعات ناس كتيره جدا ان شاء الله يكون فوز جيد للنادي الاهلي. خلينا نشوف حضرتك شايف ماتش بكره ازاي. ان شاء الله طبعا، اولا هي فخر للنادي الاهلي ان هو في المحفل الكبير ده ما فيش شك، يعني متعود على ده. احنا متعودين الحمد لله للمره السادسه بنوصل يعني البطوله ديت. شرف كبير لاي واحد بينتمي للنادي الاهلي، والنادي الاهلي هو رقم واحد في افريقيا. يعني الماتش بتاع بكره اكيد مش سهل، لانه مع الفارق هيبقى بين بايرن ميونخ وبالميراس البرازيلي، بس بايرن هو رقم واحد مع الفترة الأخيرة ريال مدريد، دلوقتي مثلا مانشستر سيتي، والطبيعي كان ليفربول السنة اللي فاتت، يعني هم دول تقريبا مع برشلونة طبعا هم دول أقوى أندية العالم. الأندية الأوروبية بالذات مختلفة شوية عن كمان المنتخبات، يعني احنا بنتكلم على كرة أمريكا الجنوبية، منتخبات البرازيل والأرجنتين وكل الفرق دي منتخبات بتروح كاس العالم بتبقى مرشحه مع المنتخبات الكبيره زي المانيا وايطاليا وفرنسا وهولندا، يعني الفرق الكبيره في اوروبا. لكن الانديه بالذات الدوري الاوروبي بيستقطب احسن لاعيبه العالم من كل مكان، غير الدوري البرازيلي او الارجنتيني اللي يمكن لان الصرف اكتر بكتير جدا، صحيح. ارقام غير طبيعيه، ولذلك انت ممكن تلاقي في الانديه بتاعت بايرن او برشلونه او ريال مدريد او الانديه الاوروبيه عامه لعيبه كتير قوي من امريكا الجنوبيه، من البرازيل، من ارجنتين، من لكن مش هتلاقي العدد ده من الاوروبيين ولذلك انديه اوروبا تملي هي المتسيده اكتر، حتى الاحصائيات في البطولة الأندية العالم يعني المتسيدة هي الأندية الأوروبية، يعني في معظم البطولات يعني. لكن مهما كان بالميراس بطل أمريكا الجنوبية وبطل البرازيل، وكلنا نعلم ما هو حجم البرازيل طبعا. يعني كونه ياخد بطل البرازيل ثم بطل القارة ده حاجة مش سهلة،
البرازيليين طول عمرهم بالإمكانيات المهارية العالية، بيتميزوا بالأداء الممتع، ولذلك حتى لما بيجوا يلعبوا مع الفرق الأوروبية بتبقى مشكلة للفرق الأوروبية قوي، لأن الفرق الأوروبية تعتمد أكتر جماعية على النواحي طبعا البدنية والقوة والسرعة والحاجات دي، وبعدين النواحي اللي هي الجماعية الكورة والنواحي الخططية بشكل كبير قوي. فمباراة طبعا مش هتبقى سهلة، مباراة يعني خاصة كمان هم اتغلبوا الماتش اللي فات برضو مش حلو بالنسبة لأمريكا الجنوبية ان اتغلبوا من المكسيك، يعني المكسيك وطبعا فرقة هايلة فرقة المكسيك ووصلت نهائي، واعتقد هيأدوا بشكل كويس مع بايرن رغم الحسم غالبا هيبقى البايرن يعني. لكن كرة أمريكا الجنوبية البرازيل والأرجنتين مهما كان أعلى من كرة المكسيك والشمال بقى الوسط والشمال ينزلوا الماتش بكرة متحفزين كمان طبعا، لأن أنت لما تشوف في لقطة بعد المباراة اللي فاتت لما خسروا المدرب اجتمع بيهم كلهم في الملعب كل الفرقة، وزي ما يقول يعني إيه يعني ما كانش متوقع تقريبا مش مفروض يحصل كده أو بقى لازم ما يبقاش منظرنا، حتى ما استناش لما يطلعوا لا ده قعدوا فترة في الملعب، ودي حاجات احنا نلاحظها ان ده دليل على انه يعني الموضوع مش هيبقى سهل، او يعني هيبقوا واخدين الامور بجديه كبيره قوي، طبيعي والمنطقي انه النهايه هيبقى بين بايرن وبالميراس المنطق يعني منطق الكوره. طب خلينا في نحله دلوقتي يا كابتن اسامه هنعمل ايه بقى طالما احنا بنتكلم على المدرسه البرازيليه اللي هي من قديم الأزل بتتميز كل لعبتها بالمهارات الفردية الاستثنائية حتى في بعض الأحيان، وهم إلى حد ما نفس المدرسة بتاعتنا بس مع فرق السرعات يعني زي ما بيقول مزبوط. فده يخلي مهمتنا بكرة إلى حد ما في المتناول، ولا بالعكس هتكون صعبة؟ لا هي صعبة ده طبيعي يعني، لكن هتبقى في المتناول بعكس مباراة البايرن اللي أعتقد اللعبة كانت يعني البداية كانت فيها تخوف كبير قوي، مع احترامنا الكامل طبعا انت بتتكلم على بطل اوروبا والعالم يعتبر البايرن، لكن كان في تخوف غير طبيعي، مش بتكلم على طريقه اللعب نفسها ان احنا نلعب في وسط ملعبنا وبعدين نعمل هجمات مرتده، مش هي دي القضيه، مع اي فرقه حتى في الدوري المصري ممكن احيانا تعمل كده، ولكن التخوف الغير طبيعي من اسم البايرن والقلق اللي كان واضح لدرجه ان احنا كنا في فترات في المباراه بنلعب داخل ال 18 قوي يعني قريبين قوي من محمد الشناوي، حتى لو احنا بندافع مفروض يبقى لبره ال 18 شويه يعني بره شويه صحيحه طبعا دول لعيبه عاليين هيحصل بعض الـ 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 الهجمات ده طبيعي، ولكن كنا قلقانين قوي كنا بنخش لجوه قوي الستة ياردة كمان، وحتى الجون اللي جه بالطريقه دي من كتر القلق في الزحمه في منطقه السته وال 18 حصل الهدف يعني الاولاني. فاعتقد الضغط ده مش هيبقى كده في 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 ماتش بالميراس، عشان كده انا متصور ان اللعيبه هيبقى عندها اداء وسيطره ولعب في التلت الامامي هيبقى اكتر من اللي حصل في ماتش بايرن. الموضوع في المتناول يعني مش بمعنى ان احنا بنقول ان فرقه بالميراس برازيل وكده انه ده حاجه مستحيله ان احنا نكسب او كده، لا انا شايف انه بكره الاداء هيبقى افضل من ماتش بايرن. اللعيبه اسامي النجوم البايرن اعلى بكتير من اسامي بالميراس كنجوميه يعني، فاعتقد الرهبه دي مش هتبقى موجوده، خاصه ان هم احنا الشوط الثاني في ماتش بايرن الاداء ابتدى فيه يعني تحسن نسبيا، مش بالدرجه اللي احنا كنا نتمناها طبعا، كنا نفضل نتمنى افضل، ولكن الاداء تحسن نسبيا، تحس بقى فيه ثقه شويه ان ممكن اللعيبه قادره ان هي تنقل كام نقله مع بعض، ده ما كانش بيحصل في الشوط الاولاني. صحيح. فاتصور ان بكره عندنا فرصه ان الضغط البدني قوي ده اللي كان في ماتش البايرن كانوا بيضغطوا بعدد كبير قوي من
يعني من على خط ال 18 وهجماتهم ثقيلة. اولا مميزين بالهجوم يعني، ما ده يعني هم بارعين فيه وعندهم افضل يعني مهاجمين الهجوم والدفاع مش الهجوم بس اللي يمكن الدفاع مش زي الهجوم، ولكن برضه يعني ما هو ليه ليفل تاني يعني اكيد. طبعا، بس هو ليه الدفاع مش زي الهجوم؟ لانه هو طبيعي هو متقدم على طول للامام، فاي فرقه بتلعب بضغط عالي كده لازم هتتخلق مساحات وراها لازم. انا كنت بتفرج على ماتش اللي قبل الاهلي اللي هو كان مع هيرتا برلين وكسبوا 1-0. هيرتا برلين في يمكن من الفرق اللي تحت في الدوري الالماني، يعني يمكن 3 4 فرق بس اللي تحتيهم يعني، ومع ذلك نفس الاسلوب اللي كانوا بيلعبوا بيه مع النادي الاهلي اللي هو الضغط العالي جدا، فطبيعي بيتخلق مساحات في ظهرهم لان هم متقدمين قوي. انت ساعات كنت بتشوفي بس توصل بقى لهناك. ايوه، انت ساعات كنت بتشوفي نوير بيطلع لبعد خط ال 18 قريب قوي من نص الملعب لانه ده ضغط عالي، فطبيعي ان هيتخلق مساحات وراهم، فعشان كده بيبدو انه دفاعهم اقل من هجومهم. لكن هم لو بيتكتلوا لورا او بيلعبوا لعب اللي هو فيه التوازن من تلتين الملعب او من نص الملعب هتحسي ان في كثافه في الدفاع فهتبقى اصعب. هو بايرن فعلا زي ما حضرتك بتتكلم كابتن عربي يعني يمتاز بده في فكره الضغط من الدقايق الاولى كمان يعني، ده اعتقد ده كان واضح جدا. ده اعتقد مش هيبقى موجود في مع بالميراس علي. او حتى لو حصل هيبقى فترات بسيطه وبعدين هيرجعوا تاني للعب الطبيعي اللي احنا متعودين عليه يعني. طيب، عشان كده انا شايف المباراه ممكن تبقى في المتناول وان شاء الله نعمل ماتش كويس ونكسب كمان يا رب. على صعيد بقى يعني طالما يعني ابتدينا نتكلم في حته يعني اساليب اللعب دلوقتي، البعض كان ليه شيء من المآخذ على استخدام موسيماني للخطه اللي هي الى حد كبير اصبحت معتاده او متوقعه منه، كانت وجهه نظرهم بالبلدي كده ان الكلام ده ما ينفعش في ماتش زي ماتش البايرن. انا بقولها لك كده ايه يعني. ايوه، فالى اي درجه ممكن تبقى انت متخيل يا كابتن اسامه ان بكره هيكون في خطه مختلفه، ولا تعتقد انه برضو ممكن يلعب بالاسلوب اللي هو اقرب ما يمكن للمعتاد؟ لا اعتقد بكره هيبقى في اختلاف شويه، لكن خلينا نرد على الناس اللي هي بتقول كده. طبيعي انت لو كنت تسمع معظم الاستوديوهات التحليليه او النقاد او لعيبه قدام او حتى الجماهير كان كله بيقول النادي الاهلي هيلعب في نص ملعبه وهيحاول يضيق المساحات، لانه احنا عارفين انه طول ما انت يمكن هوند كانت بتتكلم في السؤال اللي فات لما قالت انه بايرن قدام جامدين قوي ورا مفتوحين، انا قلت لك لما هتلعب ضغط عالي مساحات كتيره تتفتح وراك، ده ما كانش تقدر تعمله مع بايرن. لو انت لعبت باسلوب اللي هو بتلعب بيه كاهلي مع الفرق الافريقيه او في الدوري المصري وبتلعب ضغط عالي قوي، السرعات في ظهرك هتبقى اسهل ان يوصلوا للمرمى بكتير بالنسبه لهم هم. فطبيعي كل الناس كانت بتقول ان احنا هنلعب في نص الملعب او من تلتين الملعب، مش هنقدر نضغط الضغط اللي قدام ده ونتكتل. لكن هي الفكره كانت في ايه، او اللي بينتقد شويه انه انت بتعمل الجزء ده الى حد ما معقول جدا، ولكن التحول بقى للهجوم هو ده اللي كان فيه يعني هو ده اللي حسس الناس ان احنا. لكن الشكل الاولاني انك انت تلعب في نص ملعبك وتقفل خطوطك ده طبيعي، لكن هي كانت مفيش فرصه لهجمات مرتده، مفيش فرصه ان الجناحين بتوعك طبيعي انك لما بتعمل كده بتعمل هجمات مرتده طبعا. عشان كده انا قلت لك في ماتش هيرتا برلين رغم ان هم كانوا بيلعبوا شبيه للنادي الاهلي كده ورا، بس كان بيعملوا هجمات مرتده، ولذلك عملوا خطوره على بايرن ميونخ وكانوا هيتعادلوا في اخر دقيقه يعني وما اتغلبوا 1-0. هي دي بقى اللي كانت ناقصه اللي هو التحول من الدفاع للهجوم. ايوه، فانا اعتقد بكره مستر موسيماني مش هيلعب لتحت قوي كده، ممكن يلعب تلتين الملعب قدام شويه، وحتى لو لعب لورا هتلاقي القدره على انك انت توصل لبالميراس هتبقى اسهل من اللي حصل في ماتش بايرن ميونخ. فان شاء الله المباراه يعني الفرقه تاديها بالروح اللي كانت بتاديها، كانوا بيادوا بروح عاليه جدا، ما كانش فيه تقصير اللي هو انك تقول انه ايه حد مقصر في كميات الجري او الروح او كده، كانت واضحه ان هي عاليه، ولكن كان في اخطاء فنيه هي اللي خلت الناس
شويه تتكلم عن الموضوع ده. فانا ان شاء الله بكره خلينا نقول كابتن عرابي يعني برضو عامل مهم جدا, عامل الثقه بالنفس, ان البعض يعني كان بيرى ان في شويه تخوف. على كل حال احنا عايزين نبص بقى في اللي جاي, فمهم كمان نتكلم عن النقطه دي. بس اسمح لي ان احنا نروح لخبر مهم جدا في البدايه, لان الفيفا اعلن حكم او حكام مباراه الاهلي وبالميرس هيكون السنغالي ماجات ناداي, ده هيكون حكم الساحه, والمغربي رضوان جيد ده هيكون حكم الفار. طيب نطلع فاصل سريع كابتن عرابي ونرجع, واكيد الحديث عن الشق الاخير او النقطه الاخيره اللي انا وكريم كنا بنتكلم حضرتك فيها, وهي الثقه بالنفس وفكره كمان هنا المؤهل النفسي اللي كان موجود ولكن لغايه عام 2011, وبعد كده ما بقيناش نلجا قوي لهذا يعني المؤهل او هذا الشخص, او يعني فكره حتى ان احنا نهتم بالشق النفسي شويه, يعني اعتقد هو بيلعب دور كبير جدا. على كل حال فاصل سريع ونرجع نكمل. أهلا بكل حضراتكم مرة تانية, عودة لعشرة الصبح في الأهلي, وضيفنا العزيز الاسم الساطع واللامع في تاريخ النادي الأهلي كابتن أسامة عرابي, اللي كنا وقفنا في الكلام معاه عند تفصيلة الحقيقة مهمة جدا كانت نهاوندي سألته عنها, فكرة المؤهل النفسي اللي بطبيعة الحال ومفيش ذرة شك في أنه أكيد كان هيفرق كتير في مباراة من عينة مباراة الأهلي مع بايرن ميونخ. قبل ما نسمع بس يعني رد حضرتك أو رأيك وردك على هذا السؤال, إحنا بنستأذنك نروح لزميلنا العزيز أمير هشام مفادنا في مونديال الأندية, ونتعرف من خلاله بقى على كواليس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي. يا أمير صباح الفل عليك, ومستنين نسمع منك بقى تفاصيل الساعات القليلة المتبقية على إن شاء الله الحلم اللي بنسعى وراه كلنا في مباراة بكرة بإذن الله. ان شاء الله باذن الله. صباح الفل عليك يا كريم, تحياتي ليك, تحياتي لنهاوند, تحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان, وطبعا الكابتن الكبير كابتن اسامه عرابي تحياتي ليه. يعني خلاص الاهلي بيستعد من خلال اليوم النهارده, تدريبات هتكون في تمام الساعه 3 عصرا, لكن قبل التدريبات كان في بعض الامور الهامه اللي بتتعلق بالبعثه بالكامل, واللي بتتعلق كمان بمباراه بالميرس. هذه المباراه الهامه جدا, البدايه كانت الساعه 10 الصبح ب يعني اجتماع فني للمباراة الأهلي وبالميرس والاتحاد الدولي, وتم الاستقرار فيها على بعض الأمور الهامة. أهمها طبعا النادي الأهلي هيلبس الزي التقليدي بتاعه, التيشيرت الأحمر الشورت الأبيض والشراب الأحمر, وده كان أهم شيء. في المقابل طبعا محمد الشناوي هيلبس كمان الزي الأزرق بالكامل. كمان اتفقوا على مواعيد الوصول للملعب قبل المباراة وانطلاقها بساعة ونص. بعد الاجتماع الفني في هذه اللحظات بتجرى المسحة الطبية الأخيرة لبعثة النادي الأهلي بالكامل, واللي بتتعلق سواء بمباراة بالميرس أو برحلة العودة للقاهرة بإذن الله يوم الجمعة, ونتائج المسحة دي هتطلع خلال يعني ساعات بإذن الله تعالى. كمان النهارده في المؤتمر الصحفي لمستر بيتسو موسيماني ومحمد الشناوي, المؤتمر الصحفي هيكون الساعه 1:30 في ملعب المباراه, ملعب المدينه التعليميه اللي هيستضيف مباراه الاهلي وبالميرس, بخلاف طبعا مران الاهلي اللي قلت لكم عليه. بعد المران هيبقى في محاضره اكيد من مستر بيتسو موسيماني للحديث على كل النقاط الهامه جدا بخصوص هذه المباراه. طبعا مهم قوي بالنسبه لنا ان احنا نكسب البرونزيه, نكسب المباراه دي وناخد المركز الثالث, هيبقى يعني شيء جيد جدا وانجاز كبير بالنسبه للنادي الاهلي. طبعا الانجاز الاكبر والاهم دايما الاهلي وجماهيره, هي اي بطوله بيشارك فيها النادي الاهلي, لكن في كل الاحوال الاهلي وصل للمرحله دي بشكل جيد جدا, وبالتالي ان شاء الله باذن الله الاهلي يقدر يفوز بالمركز الثالث على حساب بالميرس. الامور ماشيه بشكل ايجابي, طبعا بيغيب عن النادي الاهلي كهربا وحسين الشحات, وفي المقابل علي معلول يعني فرصه ضعيفه في اللحاق بمباراه بالميرس. نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه, وان هو باذن الله يفرح كل جماهيره. انا والله انا عن نفسي يعني دايما بكتفي, ولكن من الواضح ان اختك الهواند عندها سؤال كمان. اتفضل. طبعا صباح الخير يا امير, وعايزه بس اروح معاك نطمن على موقف حسين الشحات وكهربا, خلينا نعرف منك ماذا جديد في هذا الشأن. حسين الشحات وكهربا تم استبعادهم خلاص, او تم يعني حرمانهم من المشاركه في مباراه بالميرس, وده يعني بعد ما يعني وصلوا لمنطقه الجماهير وخرجوا من الفقاعه على هامش مباراه الاهلي وبايرن, فبالتالي كان قرار اللجنه المنظمه ان هم يتعزلوا في الغرف الخاصه بيهم,
كده يتعمل لهم مسحه، وده فعلا اللي حصل. وبعد ما المسحه اتعملت هم كمان قرروا ان يتم استبعادهم كعقوبه من المشاركه في المباراه الاخيره في المونديال، وده قرار الاتحاد الدولي واللجنه المنظمه يعني تحديدا، فهم خلاص مش هيكونوا موجودين مع النادي الاهلي في هذه المباراه. ان شاء الله يعني عندنا قائمه كامله من اللاعبين المميزين، اي حد هيشارك باذن الله واي حد هيلبس تيشيرت النادي الاهلي يقدر يحقق الاهداف المطلوبه باذن الله. هل يعني الاستبعاد ده عشان برضو الناس تبقى فاهمه، لمجرد ان هم يعني ما التزموش بالاجراءات الموضوعه الاحترازيه المشدده طبعا، ولا علشان كان في خطوره؟ يعني حسب المعلومات ان اي شخص كان داخل الاستاد هو بالفعل يعني قايم بمسحه والنتيجه بتاعته سلبيه ومفيش قلق من ان حد يكون مصاب بالزبط. فخلينا نفهم اكتر. طبعا هو الاستبعاد ده عشان هما تجاوزوا التعليمات اللي كانت يعني موضوعه بالنسبه للجميع. هنا القصه ما فيهاش اي هزار، الموضوع فيه حسم كبير قوي قوي. يعني انت دلوقتي ليك حدود معينه في الملعب، يعني احنا مثلا حتى كباحث واحنا بنتفرج على المباراه لينا اماكن معينه في الملعب، لو عدينا باب من الاماكن دي تبقى مشكله، وهيبقى في عزل برضه، وهيبقى في مسحه وكلام من ده. يعني فالامور هنا مرتبه جدا جدا، وده كله متفق عليه قبل البطوله في الحقيقه. لكن هو الشيء الغريب شويه، وانا كنت قبل كده حكيت موقف مدرب المساعد لفريق اولسن هونداي الكوري، واللي كان متواجدين معانا هنا في مقر اقامه النادي الاهلي قبل ما يخرجوا من البطوله وقبل ما يسافروا يعني بلدهم. مع بدايه البطوله قبل اول مباراه بالتحديد بكام يوم، يعني كان المدرب المساعد خرج غصب عنه من غير ما يقصد من مكان ما ينفعش يخرج منه، فبالتالي تم عزله لمده 48 ساعه، اتعمل له مسحه، وبعد كده طلعت سلبيه والامور بالنسبه له مشيت بشكل طبيعي. فانا مستغرب بصراحه يعني شويه ليه ده ما حصلش مع حسين الشحات وكهربا. الناس كان ممكن يعملوا مسحه، المسحه طلعت سلبيه، خلاص كان ممكن يبقوا متاحين للجهاز الفني، لكن ده كان قرار اللجنه المنظمه في كل الاحوال. هم شايفين ان لازم الاثنين يتعاقبوا علشان يعني اخترقوا القواعد والتعليمات اللي كانت يعني متبعه واللي كان متعارف عليها، وخرجوا خارج الفقاعه الطبيه. ففي كل الاحوال يعني ده اللي حصل، لكن ان شاء الله باذن الله اي حد يكون موجود على حسب اختيارات مستر موسيماني، اللي اكيد ذاكر امبارح كويس جدا فريق بالميرس من خلال لقطات الفيديو اللي اكيد هيعرضها النهارده على لاعبي النادي الاهلي، ان شاء الله باذن الله يكونوا موفقين في المباراه. اي حد هيكون موجود باذن الله يعني يحقق اهداف الاهلي وجماهيره، والهدف دلوقتي مهم قوي واللعيبه مركزين عليه، هو الفوز بالمركز الثالث باذن الله يا نهاوند. ان شاء الله يكون من نصيب الاهلي باذن الله. احنا بنشكرك جزيل الشكر زميلنا العزيز امير هشام، مفادنا في مونديال الانديه، وطبعا خبر مؤسف اللي ختمنا بيه طبعا يعني لقائنا مع امير، واكيد هيبقى له برضه انعكاسات مش لطيفه على مباراه بكره. حاجه يعني دي حاجه اتقال عليها اللي ما كانش ليها لازمه، يعني حقيقي ما كانش ليها لازمه في التوقيت اللي زي كده. وبعدين الضربه مزدوجه في حسين الشحات وكهربا، يعني انا اسف طبعا احنا قلنا في الاول هنرجع للنقطه بتاعت المؤهل النفسي، ما ده برضه هيبقى لها انعكاسات نفسيه. ايه انعكاسات هذا الامر علينا بكره يا كابتن؟ طبعا يعني اكيد هناك هيبقوا اضرب الموضوع بالظبط ايه كابتن سعد الحفيظ والجهاز، يعني لو هو كانوا عارفين ومتاكدين من التعليمات من الاول ان ما يحصلش كده، طبعا اكيد هيبقى في عقوبه للكهرباء وحسين الشحات، ان ما ينفعش تتجاوز التعليمات. يعني دي يعني قضيه طبعا اكيد النادي الاهلي ما بيقفش عند الحاجات دي طبعا، بس هي العقوبه دي مسمعه عندنا كلنا. لكن انا بتكلم بقى من الناحيه الفنيه اللي هي في اللقاء. خلي بالك احنا لعبنا خميس اثنين وان شاء الله نلعب خميس، ده ضغط كبير جدا. يعني انا واحد من الناس كنت بقول انه لازم يحصل تغييرتين او ثلاثه في الفرقه عشان الجهد البدني اللي اتبذل عالي جدا، واحنا شفنا ان علي معلول جاله شد وغالبا ممكن ما يحصلش بكره، مش هيلعب بكره. وليد سليمان ايضا يعني طبعا وليد سليمان قبليها، بس انا بتكلم كمان على المرحله الاخيره اللي احنا لعبنا خميس مع دحيل ثم الاثنين مع بايرن. أيوه. ضغط بدني كبير جدا، وبكره الخميس يعني كلها في اسبوع ثلاث ماتشات، دي عاليه جدا. فكان طبيعي ان مستر موسيماني المفروض انه يفكر انه يحصل تغييرتين او ثلاثه. هي جت من عند ربنا لوحدها، هي جت من عند ربنا لوحدها، لكن هي هتاثر في ايه؟ مش هتاثر في بدايه اللقاء، لانه كان في ناس بتطالب ان ممكن حسين يقعد فتره او كهربا ما يبتديش اللقاء.
هي هتأثر في الاحتياطي والتبديل. هي دي التأثير الأكبر. يعني بكرة في البداية هيبقى في حل منطقي، يعني مش هيبقى مستغرب للناس. يعني ممكن جدا يلعب مثلا بديانج وحمدي والسلية في نص الملعب، ويلعب مثلا ببواليا وطاهر وشريف قدام، أو بواليا وطاهر وقفشة مثلا. ممكن يلعب باتنين بس ارتكاز زي ما حصل معاه في الماتشات اللي فاتت، سواء يعني ديانج اللي هو يعني عنده جهد بدني كويس جدا ومخزون في السلية، او حمدي والسلية، او اي اتنين، ويلعب بقفشة وطاهر مثلا وبواليا وشريف او يعني صلاح. يعني الصعوبة ساعة التبديل بس طبعا. ليه بقى؟ لانك انت تقلص العدد طبعا اللي انت ممكن يغير لك لو احتجت. اختياراتك هتقل، اختياراتك قلت في الاحتياطي، لانك انت مش ضامن لا قدر الله حد يحصل له اصابه طبعا. زي ما حصل لمعلول من الجهد البدني اللي بذل في الماتشين اللي فاتوا، مش ضامن ان نتيجه اللقاء واحد زي كهربا واحد زي حسين الشحات من الناس بتعرف تجيب اجوان. يعني سيبنا ان هم ما كانوش موفقين الماتش اللي فات في الاداء الاثنين، لكن مؤثرين، بيعرفوا يروحوا على الجون، بيعرفوا يجيبوا جون حتى على صعيد التحركات. فهي قلت لك مش هتفرق في بدايه اللقاء، ولكن هي المشكله لو حصل مثلا حد مش موفق في الخط الامامي، هيبقى عندك تبديل محدود. لو لعبت بثلاثه قدام مثلا وقعدت صلاح، هيبقى صلاح بس اللي موجود. لو لعبت بثلاثه ارتكاز وقعدت قفشه، هيبقى يا دوب قفشه وصلاح مثلا. يعني ممكن تلعب شريف ولا هي هتاثر في احداث اللقاء لو حصل مشكله. هي دي اللي شويه، وان كان ليها حل، وربنا بقى يوفق الناس اللي موجوده يعني، وتقدر تحل المشكله دي ان شاء الله. طيب كابتن عرابي، لان الوقت تقريبا بينتهي، وقت البرنامج كله يعني، فنختم مع حضرتك بالشق النفسي، لان ده عامل اساسي جدا جدا جدا، ومش عامل بسيط ومش عامل ترفيهي. يعني النفسيه بتؤثر بشكل كبير جدا على اداء اي لعبه واي انسان. فنروح مع حضرتك للنقطه دي، ونربط برضو يعني فكرتنا نفسيه اللعيبه، مش بتكلم بقى فنيا ازاي برضو بعد غياب يعني عنصرين اساسيين برضو زي الشحات وكهرباء. طبعا الشق النفسي ده من اهم الحاجات في كره القدم، وزي ما انت قلتي في اي لعبه رياضيه وفي الحياه عامه. صحيح. انك انت لما بتكون عندك توتر وعدم ثقه، وبينعكس على ادائك. احنا من اول الحاجات المفروض يعني في اللعيب اللي بيبقى في النادي الاهلي، وبالذات اللعيبه اللي بتلعب تحت ضغوط وتحت الشعبيه الكبيره دي، والناس مطالبه بالفوز على طول، انه شخصي يبقى عنده شخصيه قويه وثقه بالنفس. دي اول عوامل، ودي يمكن ما نجحتش ناس كانت مميزه في انديه اخرى وجات في النادي الاهلي. أيوة. ومن عدم الثقه وما يتحملوش الضغوط دي. فمهم جدا طبعا انه حد يبقى بيأهل الناس نفسيا. زمان كان المدير الفني هو اللي بيعمل كل حاجه. يعني احنا مثلا نتكلم على الفتره بتاعت ايام الكابتن جوهري مثلا، كان المدير الفني هو مدرب الاحمال، هو المعد النفسي، هو بس ده ما كانش مظبوط. لا انا بقول طبعاً. لا ما انا انا بقول لك كل ما الدنيا بتتطور في تخصصات اكتر. يعني حتى لما بتشوف في الطب مثلا، كان بيبقى واحد بتاع ضبيب عظام، بتلاقي واحد في الركبه دلوقتي، واحد في الظهر، واحد تخصصات صحيح مختلفه. فكل شويه العلم بيتقدم والدنيا بتتقدم، التخصصات بتبقى قوي يعني بتبقى. فا ايا كان بقى، المدير الفني هو اللي بيعملها، المدير الكوره بيعملها، لكن مهم طبعا انه في حد يبقى نفسي، ممكن يقعد يتكلم مع اللعيبه ممكن. لكن انا عايز اقول انه كمان جزئيه في ماتش بايرن ميونخ، خلي بالك عدد المباريات الوديه مع فرق قويه لما بتتلعب بتزيد الرهبه. دي كمان نقطه مهمه جدا، بمعنى ان فرض لو الاهلي مثلا كان في السنتين اللي فاتوا لعب بايرن ميونخ ماتش ودي، لما انا باجي اشوف ليفاندوسكي مثلا في الملعب او مولر، انا واجهته ما ببقاش كاشش منه الكشاشات. أيوة بتأثر طبعا. ولذلك عشان كده بيقول لك ده لعب عدد مثلا ماتشات دوليه كبير كتير، او ده لعب عدد ماتشات في افريقيا كتير، او عدد، لانك انت لما بتقعد تواجه اللعيبه دي، يعني انت لو جبت مثلا الرهبه بتروح. ده طبعا انت لو جبت مثلا لعيب في الدوري الاوروبي مصري، محمد صلاح مثلا، بس طبعا انا بتكلم على نجم عالي قوي، لا اي حد، النني فلان، لما هيجي يلعب قدام مثلا بايرن ميونخ،
لانه لعب كتير قدام مش هيبقى قلقان. فانت برضو دي مهمه ان احنا كل فتره نلعب مع فرقه كده كبيره عالميه، مره نجيب برشلونه، مره نجيب ريال مدريد، مره نجيب بس ربنا يكرمنا مبدئيا كده ان شاء الله بكره ان شاء الله. واكيد في حاجات كثيره هتحتاج اعاده ترتيب اوراق بعد منها ان شاء الله. لا ان شاء الله بكره اتمنى ان شاء الله باذن الله نادي بشكل كويس قوي ان شاء الله ونبقى موفقين في النتيجه، لانه في النهايه هي كره قدم، النتيجه بتاعت ربنا يعني بقى فيها عامل التوفيق مهم يعني. طبعا نتمنى التوفيق. نورتنا كابتن اسامه وتشرفنا بوجود حضرتك معانا في حلقتنا النهارده، بنشكرك على وجودك شكرا جزيلا، واكيد كل الشكر لحضراتكم على حسن المتابعه، ويا رب ان شاء الله نبتدي معاكم حلقه يوم الاحد بجمله نهاوند الشهيره يا رب. خلينا نقول طيب مساء النصر دلوقتي خلاص مبدئية. يعني نختم بيها الاسبوع ونقبل باذن الله فعلا الاهلي بكره يشرفنا زي ما هم شرفنا على طول برده عشان تبقى الكلام واضح، ونفرح كده زي ما كريم بيقول يوم الاحد ونحتفل مع بعض ويبقى في هدايا ولا بسيطه. احلى فطار ينزل لك، احلى فطار شامل كل المشاريع. تفطروا كده كده ملهاش حضرتك بقى تيجي تنورنا يوم الاحد يا كابتن. لا بيبقى فطار استثنائي. لا خلي بالك فطار النصر بيختلف عن الفطار العادي. الله شوف حضراتكم الاسبوع الجاي باذن الله على خير.